بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة والاثنين العظيم. النهارده حلقه سوبر بكل ما تحمله الكلمه من معنى، حلقه رايقه وفايقه وفيها شغل جامد جدا جدا مع ملوك التحليل تامر بدوي واحمد عز، وعندنا كواليس وعندنا اخبار كمان مهمه جدا في فقره الاخبار في الانترو معايا. بس النهارده الشغل اللي هيكون معانا مع تامر بدوي واحمد عز مهم جدا 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 مهم، علشان انت عندك اتنين مديرين فنيين بتستقبلهم ويستقبلهم الجمهور المصري. مدير فني لمنتخبنا الوطني شارف على اتمام تعاقده اللي هو باولو دي سوزا، المدير الفني البرتغالي، فهنتكلم في تفاصيل كتير جدا جدا. وايضا ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. طيب ايه اللي هنتكلم فيه؟ خد بالك انه لما بتيجي مثلا، دايما كنا بنتناقش في الجزئية ديت، احنا عايزين يا جماعة المنتخب مصر نلعب الكورة الحلوة، طب الراجل ده هيلعب الكورة المسكرة اللي احنا عايزينها ولا كورة واقعية؟ طب الراجل ده هيعتمد على اي طريقة لعب بيشتغل بيها على طول؟ طب احنا على رأي عز بن قوسين سألنا عليه قبل ما نجيب الراجل ده ولا لأ؟ طب الطريقة ديت هتتماشى مع مين من لعيبة المنتخب؟ مين هيتطور؟ مين مش هيبقى الراجل باصص له؟ ايه نوعيه اللعيبه المفضله بالنسبه له؟ كل الحاجات دي مهمه جدا جدا عشان تعرف سيناريو المرحله اللي جايه. برضو نفس القصه بالنسبه لريكاردو سواريز المدير الفني البرتغالي ايضا للنادي الاهلي، لانه جمهور الاهلي يبحث من بعد حقبه موسيماني. حقبه موسيماني كانت حقبه مميزه بالنتائج والبطولات، وجمهور الاهلي، وليس كل جمهور الاهلي، لانه التعميم هنا قد يكون خاطئا بشكل كبير، لان هناك من مؤيدي موسيماني الكثير جدا جدا، ولكن البعض كان يتحدث عن غياب المتعه في لقاءات الاهلي. فاللي بيدور على المتعه وما كانش عايز موسيماني يكمل بيمني النفس في ده في مدير فني جديد للنادي الاهلي. هل الراجل عنده ده ولا لا هيقدمه للاهلي؟ هي طريقه لعبه من خلال التواجد مع الفرق اللي مرنها واللي جبنا السيرة الذاتية بتاعته كلها بالأمس، كل ده هنتكلم فيه، كل ده هنتكلم فيه. إنما النهاردة هتبعتولنا على الهاشتاج بتاعنا ملوك التحليل في جمهور التالتة، وتحليل طبعا للمباريات كالعادة موجود معنا. إنما الفقرتين دول مهمين جدا جدا جدا، الفقرتين دول مهمين جدا جدا، باولو دي سوزا وريكاردو سواريز، وبرضه هيبقى عندنا التحليل الفني لمباريات الدوري. بعد فاصل سريع جهز نفسك لأخبار وتفاصيل مهمة لأول مرة تسمعها في النادي الأهلي والتعاقد مع ريكاردو سواريز. مساء العاشرة، مساء الزعامة، مساء الصدارة ومساء الكبرياء. قاضي ممكن شاط الكرة جول. مساء النادي الأعظم في قارة أفريقيا وما جاورها. مساء العاشرة بعد 8 أشهر فقط من صباح 9. فالنجاح في الأهلي ليس كلمة، وبكلمة نقش النجاح فيها بسطور من حياة الأهلي. متى بدأت مفاوضات الأهلي مع ريكاردو سواريز؟
بدأت مفاوضات الأهلي مع ريكاردو سواريز. علشان حضراتكم تكونوا في الصورة، الأهلي كان لديه قائمة تتجدد باستمرار، بيحصل لها أبديت. القائمة دي فيها مجموعة من المدربين اللي الأهلي حاطط عينه عليهم في حال أنه لما كانت العلاقة مش في أحسن حاجة ما بينه وبين موسيماني، منهم من تم الحديث معاه أو التفاوض معاه والأمور ما مشيتش. طيب، جرى تحديث على هذه القائمة شملت الرجل اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ريكاردو سواريز المدير الفني البرتغالي. طيب، الراجل ده تم الحديث معاه بعد رحيل بيتسو موسيماني، وزي ما قلت لك الاهلي كان عنده مزيد من الوقت. هو كان الراجل محطوط على اللائحه بتاعتهم، واول ما حصل اللي حصل ابتدوا يحصل كلام ما بينهم وبين الراجل اللي حضراتكم شايفين صورته على الشاشه. طيب، واحده واحده، في كم تواصل حصل ما بينه وبين ريكاردو سواريز؟ اكتر من تواصل حصل مع الرجل عبر زوم اكتر من مرة، اكتر من مقابلة، والمقابلات ديت كان بيتم فيها مناقشة كل حاجة. حط الجانب المادي على جنب وتعالى اقول لك الامور اللي الاهلي كان بيفكر فيها، وهجاوب لك على الاسئلة اللي انا عارف كويس قوي انك بتسألها من ساعة ما تم ذكر اسم الراجل في الصحافة البرتغالية ونقلا عنها اخدتها الصحافة المصرية. لماذا التعاقد مع مدير فني لا يمتلك سيرة ذاتية قوية، لم يفز بأي بطولة من البطولات على الإطلاق؟ وما الذي رأى النادي الأهلي في هذا الرجل أو في سيرته أو في مسيرته ما يدفعهم للتعاقد؟ رقم واحد في هذه الجزئية، قال لك إنه الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ديت متابعين كانوا الرجل في مسيرته في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، ولكن الملاحظ بالنسبة لهم أنه على مدار آخر 3 سنوات بدأ يحصل تطور كبير في مسيرته الكروية والفنية، وبالتالي كان عند النادي الأهلي الرغبة في التعاقد مع الراجل ده بحالة التطور اللي كانت موجودة. وقال وشايفين الأهلي شايف من وجهة نظره أنه زي ما حصل التعاقد مع رينيه فايلر وهو الراجل ما كانش لسه رجليه وطأت الأراضي الإفريقية أو العربية، ونفس القصة بالنسبة لموسيماني في تجربة كانت فريدة من نوعها، فالأهلي سأل كويس قوي قوي على المدير الفني. من ضمن الحاجات اللي دفعت النادي الأهلي دفعا للتعاقد مع الراجل أنه متميز في مسألة الدفع باللاعبين الصغار السن والشباب والناشئين، وأنه قدر مع الفرقة الأخيرة اللي كان موجود معاها جيل فيسنتي أنه يدفع بمجموعة من اللاعبين ويبني تيم بلعيبة شباب. الأهلي عنده مخزون، يرى هكذا، عنده مخزون استراتيجي من اللاعبين الصغار، ويرى أن هناك حاجة للدفع بيهم وبناء تجربة جديدة بين قوسين ما يسمى بالمشروع، تعتمد على رؤية الراجل ورؤية النادي الأهلي. أنا بكلمك معلومات، خد بالك، ما يعني مفيش أي استنتاج في اللي أنا بقوله لك، دي معلومات. هذا الأمر يبقى متماشي مع رؤية النادي الأهلي في الدفع بمجموعة من اللاعبين الصغار مع التدعيمات اللي تليق بالنادي الأهلي، إذن تكون هناك تجربة طويلة الأمد. لذلك الأهلي مضى موسمين. في ناس بتسأل، وده سؤال مهم، ليه موسمين مع مدير فني ما جاش الأرض أصلا، ما جاش الأراضي بتاعتنا دي قبل كده ليه؟ لأنه الأهلي شايف من وجهة نظره أنه ضرورة تأمين التعاقد بسنتين هو ميزة بالنسبة للمدير الفني وميزة بالنسبة للنادي الأهلي، علشان يبقى الراجل عارف كويس أنه جاي على مشروع، فيبقى الموضوع مقنع. أنا فيش هجيب مدير فني على سنة وأقول له أنا بعمل مشروع، وبالتالي هو عايز يدي ده للمدير الفني وعايز يدي لنفسه الفرصة ويقول لجمهوره أنه الراجل ده هو اللي هيبقى موجود. طيب، هل الراجل مش عارف النادي الأهلي أو أرى بس عن النادي الأهلي أنه النادي الأهلي بطل القرن والأكثر حصولا على البطولات الإفريقية وكذا وكذا وصاحب شعبية كبيرة في إفريقيا وفي الوطن العربي؟ لا، وخلينا أقول لك، وهذه هي معلومة مؤكدة، اتحكاله بالضبط كل السيناريوهات اللي هتحصل معاه، واتحكاله بالضبط ما هو اسم النادي الأهلي وحجم الضغط. رقم واحد الإعلامي، حجم الضغط الجماهيري قبل الإعلامي، وأنه جماهير النادي الأهلي هي جماهير متطلبة متعطشة ترغب دائما وأبدا في الفوز، وتقاله وتحكاله أنك هتبقى عرضة للانتقاد مع أول مباراة هتقودها أو هتلعبها وتقدم فيها أداء ما يكونش على هوى الجمهور، وأن جمهور النادي الأهلي دايما عنده الرغبة في أنه يلعب الكرة اللي بتعبر عن شخصية النادي الأهلي، وده توصف له وتحكاله وأرسل به مجموعة كبيرة جدا جدا من الفيديوهات والحاجات اللي شبه كده اللي الراجل يبقى قادر يفهم فيها حتى كمان مع التيم بتاعه ما هي شخصية النادي الأهلي والشخصية اللي بيطمح إليها تطمح إليها إدارة الأهلي، علشان يبقى ده متوافق مع الجماهير.
فاتحكى له كل حاجة، اتقال له أنه الناس هيبقى عندها استغراب من التعاقد ده، وده هيمثل ضغط عليك من اللحظة الأولى، فلازم تتعامل مع الموضوع ده. جمهور الأهلي ما بيقبلش غير المكسب وما بيقبلش غير البطولات، والتعادل بالنسبة له خسارة. اتحكى له ده، الإعلام بيبقى فيه ضغط كبير لأنه الأهلي واحد من الأندية الكبيرة جدا جدا، وبالتالي هيبقى عندك ضغط إعلامي كبير جدا طول الوقت، عندك ضغط في السوشيال ميديا غير طبيعي، وستنتقد بكل الطرق وبكل الوسائل، وعليك أن تتعامل مع هذه الأمور بهدوء شديد. كل ده اتحكى له، كل ده اتوصف له، كل ده اتقال له. إذن جرى إعداد الرجل من الناحية النفسية وتزويده بكم كبير جدا جدا من المعلومات، ده من خلال الكلام اللي كان بيحصل اول الاجتماعات اللي كانت بتتم عبر زوم. الراجل هيوصل امتى؟ الراجل هيوصل بعد بكره. معاه كام؟ معاه اربع مساعدين. الاربع مساعدين مدرب مساعد ومخطط احمال، مخطط احمال كبير على فكره، كبير، مخطط احمال شاطر، شافوه كويس جدا جدا، والاهلي كان بالنسبه له فكره مخطط الاحمال دي مهمه جدا جدا، ومعاه محلل اداء ومعاه مدرب حراس مرمى. وهقول لكم برده الموضوع عامل ازاي في قصه ميشيل يانكم ميشيل، بس خلينا اخلص لك بس التفاصيل دي كلها عشان ما ننساش منها حاجه. فالتعاقد قلنا لمده موسمين، طيب والرؤيه على ان هي مشروع، والكلام على ان هو رهان، وله معطياته اللي انا حكيتها لحضرتك فيما يتعلق بقوه الشخصيه اللي الاهلي عايزها، فيما يتعلق بالرغبه في الدفع بمجموعه كبيره، مش الدفع بمجموعه كبيره يعني اللي هو بكره الصبح نصحى نمشي الناس ونجيب لعيبه ناشئين، لا مش هو ده الفكره. هي الفكره انه انك بتدعم الفريق واحدة واحدة بمجموعة من اللاعبين الصغار والشباب، واللي يحصل فيها انك بتبني تيم يبقى مكمل لفترات طويلة، خاصة انه الاهلي لما عدى تعدية كده على اللاعبين الصغيرين اللي عنده لقى الدنيا حلوة، يعني في زياد طارق وفي نبيل كوكا وفي مجموعة من اللاعبين اللي الاهلي لو ادى مساحات وادى فرص اكتر هيقدر يستفيد بيها. ماشي كده؟ ماشي كده. طيب نروح للجزئية المادية. في ارقام كتير حضراتكم سمعتوها على السوشيال ميديا، مفيش ولا رقم اللي انتوا سمعتوه صح. خلاص 3 مليون معرفش كم حزمبو الايه، كلام ايه الكلام ده؟ مش الخبر اللي اقدر اقول لك ان انا متاكد منه انه الراجل بالتيم بتاعه بالكامل في السنه 1,400,000 دولار. عايز اتكلم كلمتين الشرقه ماسكه في بقي، مش عارف ومش هاخد فاصل، هقول الكلام مش هاخد فاصل. انا لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا جماعه اعذرونا لهذا العطل الفني غير المقصود في الحنجره. طيب فكل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه فيما يتعلق بالارقام غير صحيح. هو 1,400,000 دولار سيتقاضى الراجل بمجموعه العمل بالكامل، 1,400,000 دولار في السنه. الرقم ده فين؟ من بيتسو موسيماني. الرقم ده يعني هيعمله في الشهر 116,000 دولار وكسور، 116,000 دولار وكسور. طيب بيتسو موسيماني كان بياخد كام في الشهر؟ بيتسو موسيماني هو وكان معاه اتنين بس لانه التالت مشي وحاجات شبكه، في الاخر كان معاه محلل اداء ومخطط احمال، كان بياخد 170,000 دولار بعد التجديد، بعد التجديد بقى بياخد 170,000 دولار. قص الفارق بينهم الاتنين هتلاقي انه في بتاع حوالي وفر بتاع حوالي 500,000-600,000 دولار في الحته ديت، 500,000-600,000 دولار اقل في البادجت اللي كانت بتتحط او الميزانيه اللي كانت محطوطه لبيتسو موسيماني على السنتين. ماشي كده؟ ده يبقى الرقم اللي الناس كلها هتاخده الطاقم بالكامل. هل الاهلي مامن نفسه؟ الاهلي مامن نفسه في اي حاجه ليها علاقه بالتعاقدات والامور اللي شبه كده. الاهلي عارف كويس ازاي يامن نفسه، عارف ازاي يتعامل في الموضوع. دي القصه كلها من طقطق السلام عليكم في الموضوع بتاع الراجل المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ريكاردو سواريز. ماشي كده؟ اتمنى بس ما اكونش نسيت اي حاجه لان كله في الدماغ مش مكتوب قدامي. طيب صحيفة ريكورد البرتغالية قالت انه ريكاردو سواريز هيتحمل الشرط الجزائي للرحيل عن جيل فيسنتي، والشرط الجزائي الراجل قال لك 250,000 يورو. هما الحقيقة هما بيتكلموا قال لك ان الراجل ما قدرش يقاوم 3 مليون يورو اللي هيحصل عليهم. قد يكون قصدهم بال 3 مليون يورو على سنتين، ممكن
كان يكون قد يكون يقصدوا بيه 3 مليون يورو على سنتين، بس هو السنه الواحده اللي انا عارفه اللي انا متاكد منه زي ما متاكد ان انا موجود مع حضراتكم على الهواء بمعلومه اكيده، ان احنا بنتكلم في الرينج بتاع المليون و400 الف دولار في السنه هو الطاقم بتاعه بالكامل. ماشي كده، ماشي. تعالوا نشوف عده ارقام واحصائيات مهمه عن ريكاردو سواريز المدير الفني لنادي الاهلي، المدير الفني الجديد، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. قصة ميشيل يانكن، طب ايه اللي هيحصل ايه في الموضوع ده؟ النهارده الناس كلها قرت انه الراجل جاي معاه مدير فني، الراجل جاي معاه مدرب حراس. الاهلي عنده رغبه كبيره في التمسك بميشيل يانكن، لسه الامور مش واضحه قوي بالنسبه للقصه دي. وفي للسيناريو ده تخرجتين. التخريجه الاولانيه انه الراجل قد يعتمد في الجهاز على 2 مدربين للحراس. التخريجة التانية انه هيحصل تمسك بميشيل يانكن، وقد يكون له دور اخر داخل النادي الاهلي، قد يكون له دور اخر داخل النادي الاهلي. ففي تخريجتين للسيناريو ما فيهمش الاستغناء عن ميشيل، المعلومة اللي عندي. ماشي كده، ما فيهمش الاستغناء عن الراجل، لانه الاهلي بيقدر جدا جدا ميشيل يانكن، وحاسين ان هو عمل شغل كبير جدا جدا خلال الفترة اللي فاتت مع حراس المرمى. الموقف بتاع الاهلي من بيع بدر بنون، الاهلي كان جاله او حصل مفاوضات ما بين نادي قطر القطري وما بين النادي الاهلي من اجل الحصول على خدمات المغربي بدر بنون. في مفاوضات وفي كلام رايح وجاي، وهيتحسم خلال 10 ايام بالكتير قوي مساله اذا كان بدر سينضم الى صفوف قطر القطري وتنتهي الصفقه بهذا الشكل. الراجل هو رجع بشكل تدريجي طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وبقى موجود مع الفريق. هيبقى في رؤيه كبيره جدا مع نهايه الموسم، واحنا قربنا كمان. وخد بالك من نقطه كمان، انه العرض كبير، 2.5 مليون دولار، 2.5 مليون دولار. فبالتالي قد يكون هناك تفكير في الموضوع بشكل كبير جدا، بس بتخيل انه لو هيبقى في قرار هيبقى بدري، علشان بدري يقدر ينضم لصفوف الفريق بتاعه الجديد في فتره الانتقالات الطبيعيه، لان زي ما حضراتكم عارفين احنا الامور معنا عندنا هنا في الدوري المصري لسه مش متظبطه احسن حاجه يعني. طيب استعدادات النادي الاهلي عامله ازاي قبل مواجهه سموحه؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم على الشاشه الدنيا ماشيه ازاي، والكابتن سامي قمصان لمباراة الأربعاء المقبل شغال ازاي؟ استأنف الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة سموحة اللي هتقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء في منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.
الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي اكد على جاهزيه سداسي الفريق علي معلول، حمدي فتحي، حسين الشحات، ايمن اشرف، علي لطفي، عبد المنعم للتواجد مع الفريق خلال المرحله المقبله بدايه من مباراه سموحه. السداسي بتاع الاهلي شارك في التدريبات الجماعيه النهارده بصوره طبيعيه، واللي اشتملت على جانب بدني خفيف وتقسيمه قويه للكره. دكتور ابو عبله قال ان الاشعه اللي اجراها وحيد الظهير الايسر كشفت عن تعرضه لشد في الضمه، واحتاج لفتره علاج تتراوح ما بين اسبوعين لثلاث اسابيع، وتعرض اللاعب كان لاصابه خلال مشاركته في مباراه بيراميدز. اصابات كتير جدا جدا الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي، الموضوع صعب قوي. السلاقي اخذ راحه وهيرجع للتدريبات الجماعيه بكره بصوره طبيعيه. ده كده بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي للمباراه المقبله. النهارده كان عندك سيدي ماتشات في الدوري المصري ومعمعه وجوال وشغل جامد جدا جدا. شوف يا سيدي النهارده كان الجونه وايسترن كامباني، وانتهى اللقاء ده. هاتوا لنا يا جماعه نتائج النهارده 3-2. النهارده بيستطيع ايسترن كامباني ان يفوز على الجونه، والاتحاد السكندري بيفوز على فاركو بهدف دون مقابل، وفيوتشر وطلائع الجيش لسه شغاله. ها شباب 1-0 لحد دلوقتي لصالح طلائع الجيش. برها ايه بكره؟ غزل المحله والاسماعيلي. غزل المحله والاسماعيلي الساعه 7، المقاولين العرب والبنك الاهلي الساعه 7، الزمالك وسيراميكا كليوباترا الساعه 9:30. اعذروني يا جماعه، انا مضطر اخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. يا ماشي حضرتك، استحملوني بقى لو موضوع الكحه ده، احنا بنحاول نعالج الموضوع ده في الفاصل، معلش اقبلوا عذر يعني. طيب عندي لسه اخبار وعندي تفاصيل كتير، بس عندي موضوع في منتهى الاهميه. زمايلي لسه في الاعداد في الفاصل كانوا بيطلعوني عليه. علي زين نجم منتخبنا الوطني لكره اليد، واحد من نجوم مصر، رفعوا راسنا ومع نادي برشلونه فاز بدوري ابطال اوروبا وحاجات شبه كده. تعرف عند التويتة أو البوست اللي كتبه على فيسبوك كده، لعل وعسى نفهم شوية حاجات بين السطور. تعالوا نشوف. الراجل قالك من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا بقى وكده، ويتم تجاهلك تجاهل تام وما تلاقيش أي حد في استقبالك في المطار. بين قوسين، وده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي للاستقبال. احنا سألنا واتطمنا بس محدش جه. طيب انا هقول كلام، ودايما في الامور اللي شبه كده بحب اجيب من الاخر. احنا كام بطل عندنا او كام نجم عندنا احنا بنتعكز عليهم بره؟ معنى كلمة ان احنا نتعكز عليهم دي كلمة بلدي شوية، أو بنستخدمها احنا كتعبير بلدي، يعني انه احنا بنتكلم في فكرة نفتخر بيهم ونبقى سعداء بمدى تميزهم. فكام نجم كده هم اللي يعني ملعلعين بره في أوروبا؟ علي زين واحد منهم. تتكلم في الكورة محمد صلاح والنني، تتكلم محمد صلاح والنني وتريزيجيه وكذا كذا، بس بكلمك على الترتيب من حيث طبعا التألق والنجومية الكبيرة. تروح لعلي زين في اليد لانه مع نادي برشلونه وفاز بدوري ابطال اوروبا، عامل حاجه جامده جدا جدا. طيب قبليهم كان بيج رامي او رامي السباعي. رامي السباعي في الاولمبياد او في البطوله الاخيره في مستر اولمبيا استطاع ان هو يفوز بلقبها. بس رامي حصل على تكريم لائق عظيم سوبر جدا في وصوله. ماشي، ايه اللي حصل بقى لعلي زين؟ اللي حصل لعلي زين انه زيرو مقابله، زيرو استقبال، زيرو احتفال. وانا الحقيقه بقول للعلي وبقول لكل نجومنا اللي بيشرفونا ويرفعوا راسنا، ان لم تجد هذا التقدير بشكل او باخر بشكل يعني رسمي، فتاكد تماما انه جمهور مصر مقدر حجم ما تقوم به وما تبذله من نجاحات. والنقطه كمان الاهم، وأرجو الناس تاخد بالها منها، أرجو وزارة الشباب والرياضة تاخد بالها منها، أرجو المسؤولين عن الرياضة في مصر ياخدوا بالها منها، والاتحادات تاخد بالها. يا جماعة
احنا اولادنا محتاجين نطبطب عليهم، احنا اولادنا محتاجين ان احنا نحافظ عليهم. في حاجات بين السطور احنا نفهمها سوا مع بعض، مش لازم نروح لها ونقولها عيانا بيانا كده قدام الناس. ما ينفعش العالم اللي هو لفه حوالين نفسه على الاقل انه يكون هناك نوع من انواع التقييم الصحيح لهذا النجاح ويتم الترتيب ليه. زي ما بقولك يتم الترتيب كده. ايوه يا جماعة، وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري لكرة اليد مع الناس كلها، ايوه يا جماعة احنا عندنا واحد من الابطال اللي رفعوا راسنا في دوري ابطال اوروبا، عايزين نعمل له استقبال. الراجل جاي امتى؟ جاي النهاردة الساعة كام؟ الساعة كذا على طيارة كذا، هيكون في استقباله كذا 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 كذا. ده الشكل الرسمي والشكل الشعبي يكون موجود الناس، ونبتدي نكلم وسائل الاعلام وننسق ده احنا بنتلكك يا جماعة على حاجة حلوة، حاجة عدلة نعملها، بنتلكك على كاميرات تطلع تاخد حاجة حلوة بدل ما احنا عايشين في هم وغم طول الوقت وطول الاسبوع. ده الواحد صوته نبح يا جماعة، ده احنا بنتخانق مع بعض بقالنا بتاع حوالي شهر على الولا حاجة، ده احنا مش لاقيين حاجة اصلا كويسة خلال الفترة اللي فاتت ديت، ده احنا واخدين على وشنا على الاخر، ده احنا نتائج وحشة ومنتخب ماتشاته وحشة وقرارات كلها وحشة في وحشة. طب ما هي حاجة حلوة اهي، والنبي حاجة حلوة ولا مش حاجة حلوة يا جماعة؟ لا اله الا الله، ما يعني ما يستحقش. طب ما يمشيش معانا في السكة دي، ما يمشيش معانا في الجو ده، وننسق مع وسائل الإعلام وننسق مع الناس ويتعمل لها نوع من أنواع التقدير والاحترام وحاجة شيك وبتاع. فالراجل صورته وشكله وقيمته ومقامه في بلده والناس، ويبقى فخور وفرحان الناس شوفوا ناك في برشلونة وشوفوا عالي وبتاع، ويبقى عندهم نوع من أنواع الغبطة يغبطوه على استقبال بلده ليه وبتاع، زي ما هو ما كان فرحان وأول حاجة عملها جري جاب علم مصر بعد مش عايزين نعمل في نفسنا كده بقى يعني. يعني انا بحاول اتحكم في الايه، في الانفعالات، في الحاجات اللي بتيجي على الهوا ديت عشان خاطر العمليه ما تفلتش، بس مش عايزين نتصرف تصرفات تضايق ولادنا مننا، والاحباط ده احنا نصدرهم لهم، وفي الاخر بنرجع نلوم تصريحاتهم، نلوم تحركاتهم. ده نجم كبير، ده نجم كبير فعلا، علي وكل ولادنا المحترفين بره نجوم كبار جدا جدا، وهاشم، وفي اسماء كتير حقيقة عاملة شغل محترم جدا جدا يعني بره. فانت وانت والمستوى ده مستوى كبير جدا، دوري ابطال اوروبا ده يا اخي. احنا حتى كمان ما بنتكلمش في كاتيجوري يعني، في ناس كتير بتتظلم في كاتيجوري بقى تاني، ابطال بيروحوا ويجوا محدش بيعرف عنهم اي حاجه في العاب تانية. بيروحوا ويجوا محدش بيعرف عنهم حاجه، جيب بطوله محدش بيعرف عنه حاجه، كله في الديره، كله في المستخبي. فالراجل بيحس ان هو ايه يا جماعه، ايه تبعكم ولا مش تبعكم؟ فيحس طول الوقت ان هو على الهامش شغال مع نفسه. احساس الهامش ده، احساس التهميش ده، دايما بيجيب تصرفات خاطئه، دايما بيوصل احساس غلط. فيعني ادينا بنقول يا اما دلوقتي نلحق نفسنا نظبط الدنيا ونعدل العدله بتاعتنا، ونعرف نستقبل الناس كويس، ونعرف نحتفي بالناس كويس، ونعرف يبقى عندنا تقدير لكل المواقف بشكل كويس، او هنقعد بقى نشوف بوستات وتويتات وقرارات وتصرفات وحاجات تزعلنا، ونبقى زعلانين ومتنكدين وشايفين الدنيا مظلمه، ونقعد نزايد على بعض بقى ونخش في اصل، ونقعد نحلل وجدال، وده اصل كان واللي ما كانش لازم، واصل هو حصل بس هو ثم بلغوهم بس هم ما بلغوهمش، فهو لما عمل هو حصل، وازاي يعمل كده، ودول ازاي يتصرفوا كده، ونقعد نلف في الايه، في الدايره المفرغه اللي احنا بنلف فيها. تعالوا نشوف الراجل ده عمل ايه على الاقل، يعني حجم الانجازات اللي عملها علي زين. هو بدأ مسيرته مع الأهلي، لعب لصفوف النجم الساحلي التونسي، لعب في الإمارات للجزيرة والشارقة، وعاد للأهلي معارا لفترة قصيرة من الشارقة قبل ما ينضم لصفوف برشلونة العام الماضي. انتقل من برشلونة لدينامو بوخارست لحد 2024. علي زين، بص بقى يا سيدي الألقاب اللي حققها مع الأهلي: الدوري المصري، دوري أبطال إفريقيا، كأس الكؤوس الإفريقي. في الدوري التونسي مع النجم الساحلي حقق الدوري، مع الجزيرة الإماراتي حقق الدوري، الدوري الاماراتي 3 مرات مع الشارقه. بص راجل برنس بيجيب من الاخر بطولات على طول، مع برشلونه بطوله الدوري الاسباني والكاس والسوبر المحليين وكاس سوبر كاتالونيا ودوري ابطال اوروبا.
هو راح لم كل الكؤوس اللي موجوده في اسبانيا وجابها في كيس وجه. فحقك على راسنا يا علي. علي عملت معاه اكتر من مداخله، وطبعا كلنا بنشوفه اداؤه في الملعب حاجه رشيقه مع منتخبنا الوطني، ولا يألو جهدا ولا يدخر جهدا حقيقة مع منتخب مصر. حقك على راسنا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يتم تدارك هذا الامر مع علي او مع غير علي، واللي مش هيلاقيه بشكل رسمي يلاقيه بشكل شعبي ويلاقيه بشكل اعلامي محترم يليق بيه. بعد الفصل السريع اللي جاي اخبار وتفاصيل في القلعه البيضاء نادي الزمالك. هذه مدرسة الفن والهندسة. لعب فن وهندسة وأهداف الزمالك مدرسة. دفع جديد زملكاوي. مبروك جول. جول جول. عشان يا فريق ولا شمالين. أنا بطل القصة. أنا نجمها. هم أبطال الدوري. مليون 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 مبروك للملكي. مليون مليون مبروك لنادي الزمالك. طيب قبل ما أخش في أخبار الأهلي جات لي مداخلة مهمة جدا مع تليفون المستشار زين الهواري والد الكابتن علي زين. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك وببارك لك، وإن كانت متأخرة على فوز علي زين بدوري أبطال أوروبا وهذا النجاح الكبير اللي حققه مع برشلونة. أهلا بك كابتن إبراهيم. احنا يعني شاكرين جدا اهتمام قناة أنو سبورت بالذات على تغطيه الأحداث اللي كان بيعملها علي زين السنة دي. يستحق وحاجة محترمة جدا جدا، وابن مصر ورفع راسنا. وخليني أسأل حضرتك فيما يتعلق بالبوست اللي كتبه علي ومدى حزنه والتفاصيل اللي متعلقة بأنه كان الراجل يعني شعر أن هناك استقبالا ما سيحدث ولكنه لم يحدث في النهاية. هو بس الأمر يعني بسيط. هو علي طبعا الاتحاد عارف أنه علي جاي النهاردة امبارح بالليل على الطائرة بتاعت برشلونة يعني هو والأسرته. أيوة. وأنا التكت لوزارة شباب الرياضة، وإن شاء الله وعد الوزير في استقبال إن شاء الله يستقبلك يعني أو جزء كده طبعا. ومفروض إنه ما فيش أي حد في استقبال ولا وزارة ولا اتحاد ولا أي حد يعني. لما أتكلم مع حضرتك كان انطباعه؟ كان متضايق طبعا. متضايق. أنت عارف إنه عادي أصلا يعني ما يعني يعني تروح تعمل يعني حتى يعني يبعثوا لك تقدير او حاجه زي كده، يبقى يعني في نوع من انواع المناشده للسيد رئيس الجمهوريه على اساس انه راجل واخد 6 بطولات في موسم واحد مع اقوى دوري في اوروبا. ومع الاسف الشديد يعني وبعدين واخد قبليها رابع عالم في الاولمبياد اللي فات وسبع عالم في كاس العالم. الموضوع اللي شبه ده فكره التقدير الحكومي ده بيسبب احباط مثلا لما يكون الراجل منتظر، ما هو ده تمثيل الدوله يعني. مش منتظر ماديا يعني. الحمد لله يعني ماديا. مش ماديا، انا مش بتكلم ماديا، انا بتكلم على نوعيه الاستقبال اللي فيه تقدير للراجل رفع علم مصر وبيلعب باسم مصر وراجل متفاني مع المنتخب ومسيرته الاحترافيه مميزه وحاجه عظيمه يعني. يعني هو يعني لغايه دلوقتي حتى ما خدش تكريم من الدوله يعني من ما خدش اي تكريم من الدوله. واخد افريقيا مرتين. واخد بحر المتوسط مره. واخد مع الشرق الاماراتي بطولات اسيا كلها وحاجات زي كده. يعني هو يعتبر احسن لاعب في اسيا وافريقيا. وبرضه واخد بطوله اوروبا. بعد البوست اللي كتبه علي، هل تواصل مع حد من وزاره الشباب الرياضه؟ هل تواصل؟ ما اعرفش انا لغايه دلوقتي ما قريتش البوست، بس سمعت عنه يعني حد قاله. بس انت ما رتوش يعني. هو كتب قال ان هو من المحبط بالنسبه له ان هو يكون مستني استقبال زي ما وعدوا الاتحاد، وان وزاره الشباب والرياضه هتنظم له هذا الاستقبال، وان ده ما يحصلش. حضرتك لحد دلوقتي مش عارف اذا كان تواصل مع حد سواء وزاره الشباب والرياضه او حتى هو كمان هو حتى يعني شوف يعني رغم ان هو جاي امبارح بالليل راح برضه علشان يعمل الساونا والمستشفى.
يعني حتى ما عادش معاه. هو عيني انا كده فهمت، هو عيني جاي وعنده وقت قليل جدا، فهو متخيل انه هيبقى عنده استقبال حلو ومرضي بالنسبه له، يعلي له قوي يعني الحاله المعنويه وهو طالع على البحر المتوسط. البطوله اللي جايه على طول طالع على الجزائر تاني يوم، فجي عيني لقى الدنيا اسكت هص خالص، فيعني احبط يعني. والله ما عادش معانا ساعتين على بعض، وراح يعمل استشفاء في احد الجيمات يعني في مصر الجديده. بيعمل استشفاء ويعمل حاجات زي كده عشان يبقى ريكفري على طول يعني في استشفاء. حتى ما عادش معانا ساعتين يعني نقعد مع بعض، وبكره هيمشي الساعه 10 الصبح المطار. مش هتشوفه بقى خلاص، هو كده خلاص هيطلع على المطار على طول. لا هو ساكن معايا. مع حضرتك. بس فاشوفه بقى يعني الصبح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ولسه ما جاش من الاستشفاء يعني. طيب هل في اي تعقيب اخير حضرتك تحب تضيفه فندم؟ لا والله ما انت عارف احنا هو يعني هو ابن مصر، ومفروض يعني طبعا انت عارف مصر ادتنا حاجات كتيره يعني. صحيح. ومهما ترد لمصر مش هتديها حقها يعني. صحيح صحيح. لانه احنا كلنا يعني جنود في حب مصر يعني. ف يعني الطبطبه مطلوبه، الطبطبه مطلوبه مع الانجازات. بس كده. صحيح. يا فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما ان شاء الله باذن الله كده علي رافع راسنا ورافع راسك ورافع راس مصر كلها ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. معالي المستشار زين الهواري والد الكابتن علي نجم مصر وبرشلونه، وان شاء الله باذن الله دينامو بوخارست اللي مضى معاه تعاقد ممتد لحد 23. طيب كنت اتكلم مع حضراتكم في اخبار وتفاصيل في القلعه البيضاء. شوف يا سيدي، في عندك اسمين مهمين جدا هنقف عندهم، طارق حامد وابو جبل. ما هو الموقف بالنسبه لكلاهما، طارق وابو جبل؟ طيب كلاهما مجمدا بالبلدي في التلاجه، خلاص كلاهما في التلاجه لحين اتخاذ قرار اداري يقضي بما يقضي به. ساعتها اللعيبه دي هترجع تبقى موجوده مع الفريق. ده ملوش علاقة بمسألة التأهيل من عدمه. الناس دي في التلاجة في التلاجة، في التجميد في التجميد، ده من وجهة نظر إدارة الزمالك لحين اتخاذ قرار إداري في الجزئية بتاعتهم. ماشي كده؟ قرار إداري هو في النهاية مبني على التقرير الطبية اللي تم توقيعها على كلاهما معا، أبو جبل في الحالة بتاعته حالة منفردة، و طارق حامد في حالة منفردة، فمش هيقدروا يشاركوا، مش هيبقوا موجودين غير لما يخلص الملف ده كامل بالتحقيق من جانب إدارة النادي. ماشي، ده بالنسبة لطارق وأبو جبل. اتفقنا على كده؟ اتفقنا على كده. نروح للاسم الثالث، وهو واحد من الأسماء اللي دائما وأبدا في تفاصيل شبه يومية فيما هو جديد. بن شرقي امبارح كان ضيف حضراتكم كابتن اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل يوسف هو المستشار الفني لنادي الزمالك، فلما المستشار الفني يتكلم في نقطه يبقى ناخد بالنا منها فنشتغل بقى بعديها. المستشار الفني قال لك ايه؟ كابتن اسماعيل يوسف قال لك ايه؟ قال لك هو ما عندوش رغبه انه يبقى موجود، لانه مش ما عندوش رغبه انه مش موجود في الزمالك، هو عايز يغير الاجواء. خليني اقول لك جديد النهارده، كلام النهارده مش كلام اي وقت تاني، كلام النهاردة. دايما أحط حضرتك دايما في الصورة، عزيزي مشاهد جمهور التالتة دايما، وأنا دايما لما بقول عزيزي مشاهد جمهور التالتة هو المشاهد اللي بيتفرج علينا باستمرار وبديمومة، مش المشاهد اللي بيلقط لقطة من على فيسبوك أحيانا ولقطة من على يوتيوب أحيانا، فما بيبقاش عنده الروايات ولا عنده تتابع الأحداث ولا عنده الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. فكلام النهاردة دايما في أي حاجة ليها علاقة بالتفاوض، وكلام النهاردة ينتهي صلاحيته أو تنتهي صلاحيته لحين أي مستجدات أخرى. بالنسبة لبن شرقي، بن شرقي ما عندوش الرغبة أنه يجدد، وآخر كلام اتكلموا معاه في نادي الزمالك هو ما عندوش الرغبة أنه هو يجدد، عشان بس حضراتكم تكونوا في الصورة، ما عندوش الرغبة، وما عندوش الرغبة أنه يتواجد بشكل أو بآخر في الدوري المصري، وهو حاطط عينه على أنه يكون في واحدة من إحدى دول الخليج. ماشي كده؟ دي المستجدات بتاعت بن شرقي. عايز يخرج بره، عايز يطلع ينطلق بره. فهتولنا بقى على الشاشة نحكي بالتفصيل، بس أنا بجيب لك الخلاصة اهي. الخلاصة هو مش عايز يبقى موجود، ده كلام النهاردة ولما الناس اتكلمت معاه. إيه بقى الـ 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 الحتة؟ ما تحطولنا العنوان يا جماعة، ممكن تحطولنا العنوان بعد إذنكم؟ أتوسل إليكم ممكن ولا إيه؟
اللي بعده. طيب، إدارة الزمالك تحدثت مع بن شرقي إنه عقده هينتهي بنهاية الموسم الكروي، ودي نقطة مهمة قوي أرجوك تركز معايا، أرجوك تركز معايا فيها، إن هم اتكلموا مع بن شرقي إنه عقده بينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، وعليه أن يستمر مع نهاية شهر أغسطس المقبل. عليه أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، أو إيه اللي هيحصل؟ أو إنه هيبقى فيه اتخاذ إجراءات تصعيدية. طب ليه الزمالك اتكلم في النقطة ديت؟ اتكلم في النقطة دي لأنه فاكرين أنا من كام يوم قلت لك إنه في خيط كده وصل لي مش قادر أستدل على مدى يعني إنه هو خيط قوي ولا لأ، إنه هناك تخوف ما من إنه بن شرقي يلعب ماتش سيراميكا كليوباترا ويضرب غطس فيبقى مشي 30/6. فالزمالك من بدري بيقول له خد بالك أنت عقدك لحد نهاية الموسم مش لحد 30/6، فلو عملت كده انت هيبقى فيه عقوبات وبتاع، فمش عايزين العلاقة تخلص بالشكل ده. اللي بعده، بن شرقي قال للإدارة انه مش عايز يبقى فيه اي مشاكل، وعايز حتى كمان مسألة رحيله على عن النادي تبقى بشكل كويس، وطلب انه يبقى فيه تسوية مع النادي تخص مسألة رحيله في الوقت المناسب علشان يقدر ان هو ينتقل الى احد الاندية الخليجية. قد يصل الامر الى تسوية، الشكل في التسوية ده لو يخلص مثلا يمشوه في نهاية شهر 7 فيقدر ينضم بس بالتراضي بحيث انه يطلع احسن حاجة عنده بشكل او باخر، يبقى القصة ديت. لكن الكلام بتاع النهاردة بن شرقي مش في الزمالك. طيب خلونا نشوف مع حضراتكم كده قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا. محمد عواد والسيد عطية، الدفاع اللي بعده يا جماعة، الوينش وطارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد حسام بيسو، الوسط إمام عاشور وإسلام جابر ورؤى ونجم وشيكابالا أيمن حفني بن شرقي زيزو نيمار وسيف جعفر، الهجوم أوباما وسيف الجزيري وعمر السعيد. طبعا قائمة طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده فيها مجموعة كبيرة جدا جدا من الغيابات، 10 غيابات تحديدا، يعني تقدر تقول عليهم يعني 10 غيابات، اللي هو علاء وعبد الغني والمسلوسي وحازم إمام وعبد الشافي وفتوح سيسيدا لأسباب فنية، طارق حامد وأبو جبل ده تجميد قرارات إدارية، والحاجة بس الوحيدة انه نيمار رجع مرة اخرى عشان يكون موجود مع الزمالك. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن تراجع الاداء الدفاعي لنادي الزمالك بسبب كثرة الاصابات في الفريق منه الى فاصل. بعد الفاصل جهز نفسك بقى كده عشان شوية شغل حلوين، دول شوية شغل رايقين قوي 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 اللي هم بتوع المزاج كل اتنين، احنا متعودين مع حضراتكم شغل الرايق وتفاصيل مهمة جدا جدا مع ملوك التحليل. ما عنديش مشكلة، ما فيش مشكلة، عايزين تعرضوا التقرير وبعدين نرجع، ما عنديش مشكلة ماشي، يعني ألم طب العفش اللي أنا ألم الفرشة اللي أنا فرشتها، أنا لسه بفرش الفرشة دلوقتي وشغال سيلز بقى وببيع الفقرة، ألم يعني؟ طب ألم يا جماعة، طب تعالوا يا جماعة نروح للإنفوجراف وبعدين نفرش الفرشة تاني، يلا.
مهم جدا جدا، وده شغل زمايلنا يعني حقيقة. وسبب ان احنا ما طلعناش الفاصل ان هم عايزين يقولوا لعلي زين انت على الراس على الدماغ من فوق، عشان بس حضرتك تبقى عارفين احنا شغالين كل ده على الهوا. فريق الاخراج وبيومي طبعا عايزين نوصل حاجه كبيره جدا جدا، فقالوا لي بروح وتعالى تاني عشان بس احنا محتاجين نقول لعلي زين ما تزعلش، ونقول لعلي زين كلنا في ظهرك، فتعالوا نمسي على علي زين ونقول له ان احنا دايما في ظهرك، وانه التقدير دايما موجود، وانه الناس في مصر بتحب كل ولادها، والناس والاعلام والناس اللي في الشارع بيقدروا جدا جدا. والله هنفضل نحتفي بكل ولادنا، ومش علي بس، وكل الناس ان شاء الله باذن الله، وكل ولادنا اللي ان شاء الله باذن الله في البحر المتوسط. عاملين لكم تغطيه عظيمه جدا جدا على اون تايم سبورت 3، وشغالين معاكم طوال اليوم وعلى مدار الساعه، وكل ولادنا ان شاء الله باذن الله هيبقوا على دماغنا من فوق تاكيدا، عشان الحمد لله بفضل الله العلاقه اللي دايما مستمره ما بيني وما بين حضراتكم، واللي مبنيه على مجموعه كبيره جدا من الاخبار بنبقى متيقنين بفضل الله ان احنا بنقولها. ودايما بشدد على فكره ان انا بقول خبر النهارده ابن النهارده بتفاصيل النهارده، تاكيدا للكلام اللي احنا قايلينه. رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور منذ لحظات اعلن واكد ما قلناه باللفظ باللفظ، قال انا كلمت مع بن شرقي قال مش عايز اقعد في مصر، ابوس دماغه، هو قال كده ابوس دماغه يعني ولا اعمل ايه، مش عايز يقعد في مصر. ده تاكيدا للمعلومه اللي احنا الحمد لله بفضل الله بنجيبها من مصدرها. فده الموقف. فلما قلت لحضراتكم من شويه بن شرقي مش في الزمالك وما عندوش رغبه، اكدها دلوقتي رئيس نادي الزمالك، واكد كمان الفكره بتاعت ان هو الفكره بالنسبه له الدوري المصري كله على بعضه، مش فكره عدم البقاء في الزمالك. وضحت الصوره؟ وضحت الصوره. واتمنى ان احنا دايما نبقى على نفس الدرب كده مع حضراتكم في مصداقيتنا في الاخبار اللي احنا بنقولها، وتحديدا موضوع بن شرقي ده لان احنا اتكلمنا فيه على مدار ايام عده، وكنا دايما بميزان من ذهب بنتكلم في التفاصيل المتعلقه ببن شرقي وايه اللي بيحصل والتحركات اللي موجوده والدنيا ماشيه ازاي والرسائل بتاعته دي معناها ايه وكل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها خلال الفتره اللي فاتت. خلونا بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل ملوك التحليل. جهز كده بقى نفسك وروق على حالك، وزي ما احنا ما متعودين شايك قهوتك سحلبك حاجتك الساعة ايا ما يكون ايه الموضوع، وتعالى في ملوك التحليل مع تامر بدوي واحمد عز نقول لك دي سوزا هيعمل ايه مع منتخب مصر، وريكاردو سواريز هيعمل ايه مع منتخب مصر، ونحلل ماتشات الاهلي وماتشات الزمالك ونتبسط مع بعض خلال الفقرة اللي جاية. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وجي معادنا مع الفقرة المنتظرة مع ملوك التحليل، والنهاردة حلقة سوبر سوبر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فخلونا نرحب بنجمنا اللي مشرفنا ومنورنا كابتن تامر بدوي. كابتن تامر مساء الشياكة. يا مساء الفل يا هيمة، أخبارك يا صديقي العزيز؟ الحمد لله وحشني. كله حلو، وانت كمان وحشني جدا جدا زيزو. يا زيزو ازيك يا ملك التحليل يا جامد؟ اوي أخبارك ايه؟ ايه اوي دي؟ اوبريجادو اوبريجادو، الصلاة على النبي. احنا دخلنا في الدايرة خلاص بقى، اهلي زمالك منتخب بقى، لقيت ان احنا محتاجين نذاكر وفاركو بقى. وفاركو الميدا صحيح. عندك نونو الميدا، احنا عندك دلوقتي اهلي وعندك زمالك وعندك منتخب مصر وعندك فاركو. عندك حاجة تانية؟ عندك حاجة تانية؟ لا خلاص مفيش خلاص كده. بيراميدز يوناني؟ لا تكيس يوناني والباقي كله تمام، ما عندناش اي حاجة. وانتوا عاملين ايه؟ والله حلقة صعبة. رحنا الاستاد امبارح. شفتكم منزلين ستوري وبتاعه برضه الرؤية عجبتكم مسألة الرؤية من الاستاد؟ قوي بتشوف حاجات يا هيمة. صعب تشوف في الشاشة، بتفرق جامد بس صراحة ما شفناش حاجة قوي يعني. ليه؟ ليه يا ابني؟ مش كداب يعني. هو بصراحة يعني هو امبارح لا اللي كان موجود هناك ولا اللي اتفرج في التلفزيون شاف حاجة يعني، عشان بس نبقى منطقيين. وانا بحب عز ان هو صريح بصراحة على قد ما هو يعني فاهم؟ بس بيجيب من الاخر يعني. وخد بالك عشان انت المرة اللي فاتت وقعتنا في واحدة. خلاص دوس ولا ربك. طيب خلينا نبتدي معاكم القصه عشان حضراتكم تكونوا موجودين معانا في الصوره. هاشتاج بتاعنا عملك التحليل في الجمهور الثالثه، والنهارده هنقدم لحضراتكم تحليل فني ومرموق ومحترم عن اسم المدربين اللي جم مصر، سواء ريكاردو اللي جاي اكيد خلاص او باولو دي سوزا اللي من المفترض ان هو يكون موجود في مصر. فخلونا ناخد عنوان عريض للمرحله اللي فاتت
وفكرة التعاقد مع مدير فني في سيرته الذاتية لا إنجازات على الإطلاق من حيث الفوز بالبطولات، بل أن السواد الأعظم من هذه السيرة الذاتية كان الراجل فيها موجود في فرق في دوري الدرجة الثانية، دوري الدرجة الثالثة، وأحيانا في الرابعة، وبقاله 3 سنين يمكن أو أكتر شوية في الممتاز في البرتغال. وأعظم إنجازاته مع فريق جيل فيسنتي البرتغالي أنه استطاع معاه أنه يصل إلى المركز الخامس ويصعد به إلى بطولة المؤتمرات. تامر اتفضل. طيب، في البداية لازم بصراحة أشيد بدور إدارة النادي الأهلي. ليه؟ لأني هتكلم في نقطتين يا هيمة. اتفضل. النقطة الأولى لو مقصودة والنقطة التانية لو مش مقصودة. إيه هي النقطة لو مقصودة؟ لو مقصودة دي أعتقد للمرة التانية على التوالي بتحصل من قبل إدارة النادي الأهلي، إنه يوديك في اليمين ويروح يجيب مدرب من الشمال. مع ريني فايلر كان واحد من الأسماء المطروحة، كان مين؟ لوتشانو سباليتي. برافو عليك. وفي الآخر راح جاب ريني فايلر. برضو ساعة موسيماني اتكلموا كتير قوي على برتغاليين، اتكلموا كتير على ألمان، وفي الآخر فجأة لأول مرة في التاريخ بيحصل أن مدير فني من أفريقيا طبعا غير المصري اللي حسن حد يرخم أقول لك مصر. أنا كنت عامل ما أنا عارف عشان كده بصيت لك. أي واحد أفريقي يجي يمسك النادي الأهلي، فهو وداك في اليمين واخد وراح جاب مدرب من الناحيه الثانيه خالص. ده بيعكس لك ان الناس حريصه على الكتمان، ان هم المره دي كمان نجحوا في التكتم على الراجل، لدرجه انه المعلومه دي ما اتقالتش في الاعلام المصري كله، هي طلعت من صحيفه ايبولا البرتغاليه. برافو عليك. امبارح قلت الامير توفيق مش كنتوا تامنوا الصحافه في البرتغال كده؟ انتوا هيعمل ايه بقى؟ ما طلعوش اي حاجه هنا. بالظبط، دي نقطه تقعد بقى تدور في كل الحاجه. مفيش. صح، دي النقطه الاولى هيما لو الموضوع مقصود. لو الموضوع مش مقصود والموضوع كان فيه اولويات، كل واحد كانوا بيفاوضوه في الاولويات، مثلا ما وصلوش معاه لاتفاق نهائي زي ما كنا مثلا بنسمع عن فاجنر الالماني، كنا بنسمع عن اسماء كتيره جدا مطروحه المان، ما وصلوش معاهم لاتفاق، فسرعه تنفيذ بلان بي او سي بقى او وهكذا كان جاهزين بسرعه. يعني انا بفاوض ابراهيم ما وصلتش معاه الحل، على طول بعد يومين بتلاقيني بتفاوض مع عز، ما وصلتش معاه الحل بتفاوض مع تامر، ما بياخدوش وقت طويل. فدي كان بصراحة نقطة مهمة من اليوم الأول. الحقيقة كان في شوية حقائق كنت قلتها للناس، إنه ما كانش في سيزا خالص، ديفيد سيزا اللي هو كان مساعد رينيه فايلر، الناس قالت الاسم، قلت للناس الاسم ده مش موجود، مش مطروح أصلا. بعد شوية طرح اسم فيتوريا. الاسم ده مش فكرة ما كانش مطروح، هو كان مطروح، والحقيقة إنهم اتكلموا معاه ولكن لقوا إنه الرقم بتاعه بعيد قوي، وبالتالي الدنيا ما كملتش. يعني لما لقوا الرقم بعيد قالك هنتكلم في ايه، الموضوع كان بعيد. ممكن بقى لي يومين كنت بتكلم ان النادي الاهلي يبحث عن المشروع بتاعه، في حد شبه رينيه فايلر، في حد شبه انه لاول مره هيبقى موجود هنا في القاره، وانه هياخد معاه رهان اخر جديد، واللي جاب رينيه فايلر هو اللي جاب بيتسو موسيماني، وهو اللي جاب ريكاردو سواريز، وهو اللي بيراهن عليه اللي هو كابتن محمود الخطيب. وهذه المره معاه مجموعه طبعا متميزه للغايه، سواء في لجنه التخطيط او حتى كمان اداره التعاقدات. النقطه بقى الاخيره بره النقطتين دول، سمعه النادي الاهلي. يعني ايه سمعه النادي الاهلي؟ السمعه بتاعه ان الاداره ما بتتدخلش نهائيا في عمل اي مدير فني، بتسيبه يشتغل. حتى بنستشهد مثلا بموسيماني. موسيماني جه هيمة في شهر 10/2020 في وقت حرج جدا، داخل على قبل نهائي امام الوداد في دوري ابطال افريقيا، الراجل بيلعب باسلوبه هناك، باغت المغرب بالضغط، غلط يحيى جبران، راح خلص الماتش من هناك، جه هنا كسب 3. يعني لعب كمان مع الاهلي كوره، غير شويه في اسلوب النادي الاهلي باللعب ببنايه الهجمه من تحت. فمعروف ان اداره النادي الاهلي ما بتتدخلش في شغل المدير الفني، وده اعتقد لما سواريز بقى سال كل من هو برتغالي اشتغل في مصر، اكيد الفيدباك اللي جاله ان ده نادي كبير جدا، اكبر نادي في افريقيا، هترتاح جدا مع اداره النادي الاهلي، امورك الماديه مستقره، محدش بيتدخل في الامور الفنيه نهائيا. وبالتالي الراجل جه على سمعه النادي الاهلي طبعا، او لم يتردد في قبول مهمه تدريب النادي الاهلي. اسالك نفس السؤال، شفت ازاي فكره ريكاردو سواريز، الاسم اللي بعيد خالص، الاسم اللي مش متوقع بالسيره الذاتيه بتاعته، ويعني
نبتدي نخش في التفاصيل الفنية. مش بداية كده تعالى نعدي على شوية نقط دايما بحس ان هي مهمة ان احنا نقولها في الاول. حلو الكلام. اسهل حاجة هو الرهان على الفشل، صح كده؟ صحيح. كالعادة. صحيح. ليه؟ المدرب هيجي ياخد شوية وقت فيتقالك ده راجل فاشل، ياخد وقت ويلعب كرة كويسة يتقالك ده راجل فاشل، لحد ما يخسر ويتقالك شفت وقلتلك. فبالتالي لا أحكام مسبقة. أنا صحيح. أنا مكاني هنا مش جاي أقولك الراجل ده هينجح أو هيفشل، أنا ما عنديش بلورة. اللي بيعمل كده بصراحة هو عنده بلورة في البيت ومخبي عليه غالبا، يا إما هو ما عندوش بلورة فأنت ما تصدقوش. يعني هي ملهاش حاجة تالتة، صح كده؟ صح. طيب النقطة الخاصة بفكرة التعاقد مع مدير فني صاحب سي في، هل ده السي في هو المعيار الوحيد للحكم على اسم المدرب ولا لا؟ لا. بدليل التجربة بتاعت ريني فايلر. فيبقى فكرة السي في هي مش معيار. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المدرب الناجح هو بالضرورة كان ليه مرة اولى، لو السي في بتاعك مليان نجاحات فبالضرورة فيه كان مرة اولى، في حد خد عليك المغامرة، وفي حد قرر انه يدي ايرفي رينار فرصه فكسر الدنيا، وفي حد قرر انه يدي ريني فايلر فرصه فكسر الدنيا، وهكذا. وبالتالي هي مغامره، ودي النقطه الثالثه. مغامره. وبما ان هي مغامره فهي تحمل الوجهين، النجاح والفشل. طيب ايه المعيار اللي الاهلي ممكن يكون فكر فيه في المدير الفني ده؟ في الحقيقه هو كذا نقطه. النقطه الاولانيه ان الراجل من البرتغاليين، والبرتغاليين ما بحبش انا استخدم فكره المدرسه لان هي اتغيرت قوي الكلام ده في الكوره حاليا، ما بقاش فيه مدرسه، مش كل الناس تلعب نفس النظام. يعني بيقول لك المدرسه الانجليزيه يعني كرات طوليه، ما يعني بالزبط. الناس في انجلترا مش تلعب كده، ما بقاش كده بالظبط. ايطاليا كانت بتهاجم في اليورو بالظبط. بس في سمات شخصيه بتبقى قريبه جدا. شخصيه الراجل المدير الفني البرتغالي دايما شخصيه حاسمه، ما بتقبلش بالتدخل، عنده في بيعرف يتاقلم مع الاجواء المصريه والعربيه والافريقيه، شويه حاجات كده مرن تكتيكيه. حصلت. دول الاربع حاجات الاساسيين اللي عند الشخصيه البرتغاليه فعلا موجودين في كل او اغلب المدربين البرتغاليين اللي زاروا مصر، وبالتالي هم كان الرهان على هنا. طيب تيجي بقى النقطه الفاصله. يلا. بالنسبه لي ايه التحدي الرئيسي امام الراجل ده؟ التحدي الرئيسي ان الراجل ده مختلف عن فايلر. بمعنى ايه؟ فايلر هو مدير فني ما كانش عنده سي في كبير، بس هو اتدرب فرق كبيره في دولها. بمعنى انه درب اندرلخت. تفرق في ايه دي فنيا؟ هو عاش كتير موقف انه يكون اللي ماسك الكوره صاحب الكوره وفي 10 واقفين بيدافعوا. بينما الراجل ده كان اصعب حاجه في مذاكرته بالنسبه لي انه عمره ما خاض الموقف ده. وبالتالي هو اشبه بانك جايب لاعب من نادي مش قمه وبتحطه في نادي قمه. اول حاجه بنقولها ايه دايما؟ شفته في المساحات الضيقه ولا لا؟ هيستحمل ولا لا؟ كمان هيستحمل الضغط ولا لا؟ بالظبط كده. الضغط والحاجات دي على فكره ممكن اعتبر ان هو عداها. بمعنى ان هو كان بيدرب صحيح في الدرجه الثالثه وصعد للدرجه الثانيه، لكن لما تبص على الجماهيريه اللي موجوده بتبقى في البطولات دي في اوروبا هي جماهيريه كبيره بالمناسبه. وبالتالي هو عاش الموقف بتاع ان هو يكون الفريق القوي أو مدرب الفريق القوي بس في درجات ادنى. انما في العالم بقى بتاع التكتكس بتاع كره القدم الاحترافيه هو ما لعبش الحته دي قبل كده، وبالتالي هو ده اكتر رهان مش حته ان هو مطالب ان هو يهاجم فرق متكتله قصاده. بالظبط كده. لان احنا اتفرجنا على كم مهول من الماتشات للراجل ده. للراجل كم ماتش اتفرجت انت وتامر؟ لا كتير. احنا بنتكلم في يعني انت بتفصص الماتشات، تقعد تفصصها حاجات تفاصيل كتير، بس احنا اتفرجنا على ماتشات كتير. فانت بتتكلم في ان تفاصيل الراجل ده في الشغل كلها هتحس ان هي مبنيه على فريق، زي كانك تتفرج على كابتن احمد سامي مثلا مع سموحه. مش الراجل اللي فرقته 10 مع الكوره. هل ده معناه انه ما يعرفش يعمل كده؟ لا، ما بقولش كده، بس بقول انه ما عاش الموقف ده قبل كده، وبالتالي هي دي النقطه. وانت بترصده ما انت الا راصد يعني. دي النقطه الوحيده اللي هي محتاجه اجابه. لكن لو هنتكلم بقى على امكانيات الراجل الفنيه فده كلام تاني، يعني ده تحليل تفصيلي بقى هنخش فيه. وقبل ما زيزو مرعوبه طب اتفضل كمل. قبل ما زيزو يقول الامور الفنيه هيمة، برضه عاوز اقارن بين القرار بتاع اختيار موسيماني والقرار بتاع اختيار ريكاردو سواريز. وقت موسيماني كان في فروض او في ظروف بتفرض نفسها على قرار مجلس اداره النادي الاهلي. ان انا راجل داخل خلاص على قبل نهائي في دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي انا كنت بحلم اكسبها وبقالي فتره كانت معنداني البطوله دي. عاوز واحد يبقى عارف يعني ايه الاهلي،
ما كانش فيه افضل من موسيماني لانه كان لسه كاسب الاهلي هيفي سكور من قبلها بكام شهر. عاوز واحد يبقى عارف الوداد, عارف واحد الناحيه الثانيه بقى قبل النهائي, الناحيه الثانيه يبقى عارف يعني ايه زمالك, عارف يعني ايه رجاء, عارف يعني ايه دوري ابطال افريقيا وايده في المطبخ. فما كانش فيه افضل من موسيماني. دلوقتي الظروف اتغيرت والوضع الحالي مختلف عن وضع اختيار مجلس اداره النادي الاهلي لموسيماني. خلاص دوري ابطال افريقيا زي ما بنقول كده بلغتنا المولد اتفض, خلاص دوري ابطال افريقيا انتهت على بال ما اجي ادخل دوري طيب ابطال افريقيا. ده علاقته بريكاردو سواريز ان انا بختار ده اول حاجه, ان انا بختار واحد مش مستعجل عليه قوي يكون على درايه بالكره في افريقيا في الاول. عندي اريحيه يعني, عندي اريحيه, عندك وقت تقصد. مظبوط, وبالتالي ما عنديش مشكله. انما انا لما جبت موسيماني كنت مضغوط بحاجه, كان فاضل 3 اسابيع على او اسبوعين على مباراه الوداد. أيوة, فكان لازم الدوري كمان, وكان شويه حاجات شبه. مظبوط, لا قول الدوري كان شبه محسوم. كان ريني فايلر شبه مسلمه يعني, يا اما اتحسم يا اما شبه هو شال, بس يعني اتشال بطوله بس وخلاص. بالظبط, لكن بنتكلم في الوضع الحالي خلاص دوري ابطال افريقيا انتهت ولسه, فهمت, فمعايا مساحه ان الراجل يتعرف فيها اولا على الفريق وعلى الكره المصريه, وكمان بعد كده يتعرف على الكره الافريقيه. فدي حاجه برضو تحسب لي في الاختيار, في القرار, اتخاذ القرار. طب عايز اسالك سؤال, هل انت شايف من وجهه نظرك انه فكره انه مدير فني يجي للنادي الاهلي ما عندوش اي انجاز مقلقه بالنسبه للجمهور؟ لان الناس عماله بتسال يا جماعه طب ازاي, يا جماعه طب ده هيعمل ايه, يا جماعه طب الناس عندها قلق. وان تضرب لهم امثله تقول لهم طب ما رينيه فايلر يقول لك بس لا, طب وان قلت لهم جوزيه يقول لك لا جوزيه كان جاي بيعمل كذا كذا كذا, وان قلت لهم ما اعرفش جوزك لا لا مش هو ده المنتظر. شوف يا هيما, احلى حاجه في الـ احلى اجابه في على سؤال الاسئله اللي زي دي دايما تاخدها من عز بصراحه. ما انا ممكن اجيب لك بدل المثال هنا واجيب لك بدل المثال هنا, يعني بمعنى انا ممكن اروح هنا اقول لك ايه, طب هقول لك بلاش تعال نروح لاوروبا. هو جوارديولا اول لما مسكه حضرتك كل الناس هو ايه, كانش حد عارفه اصلا, شكرا, جاب الفريق بيه اصلا ومحدش عارفه, مش عارفين ده يعمل ايه اصلا وليه يجي اصلا. ايه السي في انا بتاعه. فاكر كويس قوي, كان ساعتها اصغر مدير فني شاب صاعد واعد لا وقال لك ايه اول قرار مشي رونالدينيو مثلا. فاهم ايه السي في بتاعه, ايه الانجازات اللي موجود في بيه, فريق بيه, ايه الانجازات اللي جابها اللي تاهله انه يمسك فريق كبير جدا بجيل عظيم جدا زي برشلونه لازم يلعب على بطوله. ما كانش في حاجه, لكن هم عندهم ثقه وايمان وشايفين ان شغل الراجل وعنده فكر. يلا اذا هي دايما العالم كله مش اوروبا ولا اسبانيا بس, مغامره لابد ان تقبل بيها وتحاول انك تشتغل عشان انهي بس يا هيما. مش لابد بس اتفضل, ما هو عشان انهي في الكلام ده. اتفضل. بص يا هيما, انا ممكن اجيب اعظم مدرب في العالم للنادي الاهلي ويفشل, وممكن اجيب مدرب عادي جدا مع النادي الاهلي وينجح. هل تجربه مارتن يول كانت ناجحه؟ لا مش ناجحه النجاح المرضي لجماهير النادي الاهلي. مارتن يول اتحط في مصاف المدربين الكبار كاتيجري العالي كاسم في طبعا واحد ده مرن ايه هيما, واحد مرن اياكس امستردام توتنهام, لا واحد مرن على قد الاسم حقق. اولا الفتره قصيره بعد سنه صحيح كسب الدوري, لكن برده كان بصعوبه وبدا يبقى فيه شكوك انه كان ممكن يخسر الدوري, وهو حط بريشر على نفسه لما عمل المخده لو تفتكر, وقال لك انا هكسب الدوري وانا نايم او مريح في بيتنا او حاجه زي كده. لكن الفوز بالدوري ما عمره ما كان اللي يرضي بس جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي انا هقول لك طيب. على مثل, يلا زيزو اتفضل. في مثل شهير بالنسبه لي هو جوزيه مورينيو. الراجل كان بيدرب في نادي اسمه ليريا, وعرف يعمل انجاز بان ليريا الانجاز من وجهه نظره كان ان هو ما يهبطش, عرف يوصله للمسابقات الاوروبيه. هي نفس القصه تقريبا بتاعت ريكاردو. بورتو وقتها قرر ان هو ياخد جوزيه مورينيو ويحطه في المصاف الفرق الكبرى, والباقي تاريخ. يلا الباقي تاريخ, الباقي تاريخ. اوروبا ليج, دوري ابطال اوروبا, وبعد كده دوري ابطال اوروبا, وبعد كده تشيلسي وهكذا. وبالتالي هو مفيش قاعده ثابته. بس هو بصراحه عشان برضو يبقى الواحد واضح يعني جدا, مش معناه ان هو ده دايما صح. حلو. مش معنى كده ان السي في ده خدعه. لا, السي في هي قيمه مضافه. صح. الخبره هي قيمه مضافه. التجربه في الوطن العربي وفي افريقيا هي قيمه مضافه. الاهم من كده لكن الحاجات دي مش موجوده, مش مشكله. طيب والناس بتستند على ايه في الحالات اللي شبه كده؟ بتستند زي ما تامر قال, وهحكي لك قصه صغيره تانية. يوم ما جم يعينوا بيب جوارديولا مدير فني لبرشلونه, انت عارف مين اللي كان بينافسه على المنصب؟ كان جوزيه مورينيو شخصيا. جوزيه مورينيو وقتها كان رقم واحد في العالم, استثناء السبيشال وان. وبراند براند براند.
لكن اللي حصل ان يوهان كرويف كان الله يرحمه كان قال لاخوان لابورتا تثق في كلامي الراجل ده بقى جاهز على بيب جوارديولا. فقعد خد برزنتيشن من جوزيه مورينيو واتفرج عليه وخد برزنتيشن من بيب جوارديولا واتفرج عليه. راح قال لك ده الراجل اللي هينفذ الفكر والكره بتاعه برشلونه. ده برشلونه ده مش برشلونه ده هيكسب بس مش برشلونه مش الهويه مش الهويه. وبالتالي في طريقه وهي المذاكره بتاعه المقابلات الانترفيوز. سالت عليه كلمتك جملتك الشهيره سالت عليه انا سالت امير قال لي سالت عليه سالت عليه. نروح نروح للشرح الفني بقى. انتم مرتبين الشغل انت الله نتكلم على بيراميدز الاول على ماتش الاهلي بيراميدز. لا خش لا خش الاول على المدرب. على المدرب يلا بعد اذنك انت هتقرا ايه جوال بس يا حبيبي وانا ايه صحيح والله ده اصل قاعدين مدربين برتغاليين كتير وقاعدين عمالين نترجم من برتغالي وحاجه ما يعلم. انت ماسك الصفحه انت ماسكها بالمقلوب فعلا يا حبيبي اصبر صدق انا اساله اي حاجه. لا مش داري عليا لا مش داري عليك داري عليك ليه بيغش. لا لا استنى استنى بس انا مملا لك هوا ليه. يلا يا باشا اتفضل مملا لك هوا انا عايز اعرف انت بتعمل ايه. طيب مبدئيا السؤال كان في سؤال برضو تبع القصه دي مرتبط بيه. هو الاهلي كان المفترض يصبر على سامي قمصان لنهايه الموسم وبعد كده يدخل المدير الفني ولا لا؟ عايز الناس تفتكر ان كابتن سامي قمصان هو اصلا بيشتغل بجهاز فني ناقص عددا وبالتالي ما كانش ينفع يحصل صبر اكتر من كده وما كانش ينفع تكوين جهاز فني لمرحله انتقاليه. يعني هنكون جهاز فني كامل لمرحله انتقاليه. صحيح. الحاجه الثانيه ان كابتن سامي قمصان الاهلي واضح انه مهتم بيه وبالتالي صعب انك تحط الرجل رقم 2 في منصب الرجل رقم 1 لفتره طويله عشان ما تحرقوش. يعني بالظبط كده عايز الراجل مش هتحرقه بالنتائج انت هتحرقه بحاجه ثانيه اهم. الرجل الثاني دايما هو الاقرب للعيبه. لما بتحط رجل اول بتلاقي كل قرار بياخده في الملعب بيبقى زيه زي مثلا موسيماني مع حسام حسن. ند لند اللي هو الله وانت هتعاملني بقى دايما كبديل ولا ايه وانت هتغيرني على طول. فبيتحول لما بيوصل للرجل الاول لانه مشكله مش حل. فلو طول صعب بعد كده يرجع ياخد منصب رقم 2 مره تانية. برافو عليك حلو التحليل ده. وبالتالي كان مهم ان يجي الاهلي مدرب. ليه؟ بص الماتش بتاع بيراميدز لقطتين بالظبط من الاهلي. الاهلي بقى محتاج حد يعمل له افاقه وانعاش في التدريبات. واضح جدا بالنسبه لي ان ستوب معلش ارجع لي بالفيديو من اوله. الاهلي يا جماعه برضه عشان حكايه الجمهور معانا دي الكاميرا العاليه الخاصه ببرنامج جمهور الثالثه وفقره ملوك التحليل. بالظبط انت شايف المساحه واسعه قد ايه قدام رامي ربيعه عشان يباصي كره لمحمد هاني بس رامي فضل يضيق المساحه على نفسه لحد ما في الاخر استسهل ولعبها عالي. الاهلي بقى محتاج يعمل حاجه اسمها الرجوع الى الاساسيات. لعيبه الاهلي ما بقتش شايفه بعضها. وعايز اقول لك على احصائيه الاهلي مع بيتسو موسيماني سجل 37 هدف من ب 30% من اهداف الاهلي كان من لعب منظم. اكتر من 30 ثانيه الهجمه 17 هدف. ما بين 10 ل 30 ثانيه 19 هدف. فالاهلي كانت كورته كويسه لكن اللي حصل في الاسابيع الاخيره ان اللعيبه بقت في امس الاحتياج انها ترجع للتدريبات مره ثانيه. ستوب الكره هنا مع مجدي قفشه سهل قوي ان هو ينقلها وسط الملعب الناحيه الثانيه بس مجدي قفشه مش شايف فبيرجع بالكره لورا. بس هي دي الحالات اللي انا كنت عايز استعرضها. فالاهلي محتاج انعاش للشغل بتاعه مره تانية. طيب عايز تضيف حاجه؟ لا انا عندي كلام كتير قوي في الاهلي. طيب ماشي احنا هنخلي التحليل الفني كله في اخر الحلقه انما الكلام على اتنين مدربين وفي الاخر برضو هنتكلم على الاهلي وبيراميدز والزمالك ايضا. طيب خلينا نتفرج على الاحصائيات الخاصه بالمدير الفني الجديد للاهلي مستر ريكاردو سواريز. ماشي خليك معانا برضو هتبقى يلا بينا. الراجل ده بيلعب على الاستحواذ. نسبة الاستحواذ بتاعته في الدوري البرتغالي كانت جيدة للغاية. هو نسبة الاستحواذ بتاعته 52% دي قدام الفرق يا هيمة دي قدام يعني الفرق كلها الفرق اللي على الأسماء اللي على الشمال دي أسماء فرق هو قابلها بالظبط. هتلاقي الرقم وصل عند 52% هو البار الأحمر جيلف بيسنتي. وبص هتلاقي ان هو فعليا رقم 4 بالنسبة للدوري البرتغالي في الاستحواذ وبالتالي دي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. ماشي. لان انت بتتكلم على فرقه قادره ان هي تعمل شغل هجومي جيد. الصوره اللي بعدها هتلاقي فيها ان الراجل الخطه الرئيسيه بتاعته استخدامها 4 4 2 بيستخدمها بنسبه 57%. طبعا الكلام ده على فكره هو من تحليل من ويب سايت كان معمول عن ازاي الراجل ده بيشق طريقه وسط نجوم المدربين في الدوري البرتغالي. عظيم. توتال فوتبول اناليسيس 4 4 2 بيستخدمها بنسبه 57% 4 4 1 1 بيستخدمها بنسبه 23% بيروح لا لا ارجعوا ارجعوا بيروح احيانا ل 3 1 بالظبط كده ل 6% و 4 4 1 ل 6% ايضا.
دي طريق دي طريقتين اللعب المفضلين عند ال 4 4 4 اربعه هي 1-1 1-1 هي حتى بقى انا استشفتها هيما من الملعب الثاني 4 ورا 4 في نص الملعب 1-1 ماشي يا جماعه ودي اللي اتبعها ودي اللي اتبعها كابتن سامي قمصان في الشوط الثاني امبارح وهشرحها لك ماشي حلو الكلام كلام جميل طيب دي نقطه ثانيه ليها علاقه بالانتنسيتي بقوه فريق جلب سنتي في استرجاع الكوره الاحصائيه جيده جدا بالنسبه لي ان عدد اللمسات بتاعه المنافسين على جلف فيسنتي لا تزيد عن 10 كمعدل وبالتالي هو فريق ودي المفتاح الرئيسي كان بالنسبه لي الراجل ده هو نمره 1 اللياقه البدنيه نمره 2 الضغط العالي دول اساسيتين الحاجتين الاساسيتين في الراجل اللياقه البدنيه ده اللي هو بيفضله هو بيشتغل عليه لياقه بدنيه عاليه لياقه بدنيه عاليه وده تحذير شديد للهجه لكل لاعبي الاهلي لان خطه الراجل ده لو ما تنفذتش بلياقه بدنيه عاليه مفيش حاجه هتبقى صعبه جدا طب تفتكر انيس الشعلالي كان بدايه الطريق لا هو الراجل جايب مخطط احمال جايب مخطط احمال عشان انا سمعت ان انيس الشعلالي كان هيجي فعلا بس كان هيجي وموسيماني موجود اوكي لان الراجل ده شغله جامد قوي لا ده جايب معاه مخطط احمال والاهلي تحديدا على فكره كان مركز قوي مع مخطط الاحمال واطلع على حجم الخبرات اللي عنده واطلع كمان على حجم المؤهلات اللي هو واخدها عشان خاطر يبقى ان هو مؤهل يعني بشكل او باخر كمل ازيد ماشي اسلوب لازم. الراجل في الضغط منظم جدا انا عجبني جدا اسلوبه والباترن بتاعه في الضغط واتفرجت على وجبته من كذا ماتش بس انا هعمل الفريق الابيض الفريق الابيض الاسلوب بتاعه في الضغط ليه علاقه بان اللعيبه بتروح بيسموها مان اورينتد يعني مان تو مان بنروح على اللاعب حامل الكوره وبيفضل الاثنين لعيبه رقم 6 الدبل سكسز الاثنين الارتكاز اللي جنب بعض هم اللي بيلعبوا زون ماشي الباقي كله بيضغط فكله بيضغط والاثنين كسب يقفوا زون علشان يأمنوا زمايلهم في أرض الملعب وبالتالي ده أسلوبه في الضغط طيب النقطة الخطيرة بقى اللي الجمهور إيه بيخاف منها الدفاع بتاعه واقف فين هنا يا فندم في وسط الملعب متقدم يعتبر بالظبط كده وبالتالي هي دي دايما واحدة من النقاط اللي فيها ريسك عالي في استخدام الراجل ده من أكتر الناس اللي شفتها بيعتمد على الأوفسايد جيم وأنا الأوفسايد جيم دي بتوقع لي قلبي من غير أي حاجة هاي. فدي واحدة من النقاط الرئيسية اللي لازم ناخد بالنا في شغل ريكاردو سواريز فيها اللي بعده مرة تانية ده الباترن ده الاسلوب بتاع الضغط دائما وزي ما شرحنا كده دايما اللاعب رقم 6 هو اللي بيلعب الزون والباقي كله بيلعب مان تو مان كمل يا سيدي طيب دي الاماكن اللي جيلف سنتي بياخد فيها الكرة بيسترجع فيها الكرة من المنافسين الاحمر هو الناجح نجح في الاستخلاص الابيض الكرة. هو غير الناجح هتلاقي ان اغلب لا اشرحها بقى لان دي صعبه دي معقده النقط الحمراء هيما الاماكن اللي نجح يستخلص فيها الكرة ماشي المربعات البيضاء خسرت يعني الارقام دي عدد المحاولات في السيزون ماشي في الموسم هتلاقي ايه هتلاحظ انه بيسترجع الكرة دايما على الوينجين على الاطراف على الاطراف فنركز في الموضوع ده قوي عشان بيوجه الهجمه يخلي ظهر المنافس للاوت عشان يجبره اللعب للعمق بالظبط انا عندي الشغل الرئيسي كله هيبقى على الوينجين دكاتره يا باشا مهندسين والله العظيم دكاتره كمل يا استاذ عز اللي بعده طيب الاسلوب الدفاعي بتاعه لما بيخسر الكوره وزي ما قلنا جيلف سنتي هو فريق دائما ما يلعب امام منافسين يستحوذون على الكوره فالراجل ده اسلوبه ايه اسلوبه زي ما كابتن سامي قمصان عمل امبارح 4 قلوب دفاع والوينج رايت والوينج ليفت بصوا واقفين فين ايوه انت بتدافع ب6 يا بيه مظبوط 6 على خط وبيلعب بنفيكا مفيش تهريج ها بيلعب بنفيكا لا بس هو بره ارضه فممكن يبقى بيلعب الجيم ده كده هوديك برضو نماذج مختلفه في الموضوع ده والطريقه بتاعت بونا اللعب فيها مغامره هجوميه كبيره زي ما انت شايف دايما في الظهير الايمن واقف في مكانه الظهير الايسر بيسبق الارتكاز الاولاني متاخر التاني بيبقى في حضن بين الخطوط فبالتالي هو دايما طريقته في بونا اللعب خطيره وبتعتمد على المجازفه طيب بشكل كبير يبقى احنا لما بنيجي نتكلم على السنتر باك او بنتكلم على المدافع عايز مدافع بيلعب كوره حلوه لا بص هقول لك على حاجه بقى عشان برضو نبقى متفقين يعني ارجع العزه يا جماعه انت مش هتجيب مدرب من اي حته في كوكب الارض وهيبقى بيقول لك لا انا عايز 2 مدافعين ما بيلعبوش ما خلصت ها 2 مدافعين بيلعبوا كوره وجول كيبر بيلعب كوره دي هتلاقيها في سوزا وهتلاقيها في سواريز وهتلاقيها في اي حد بتسيرش عليه بتدور عليه يا اما ما يبقاش مدرسه يعني لو انت جايب مدرب مش عايز المدافعين يبنوا اللعب يبقى ده مش مدرسه اساسا أيوة. ده حطه على جنب لو هو بيفكر في مدافعين بيتعاملوا بمبدا السلامه يبقى لا خلاص ما تجيبوش
بس الصورتين الاخرانيتين هتلاقيهم تجميع اللعب في ناحيه واللعب في ناحيه ثانيه, ودي حاجه الاهلي كان اوريدي بيجيد انه ينفذها يعني بشكل جيد. هو من الناس اللي بتلعب على جبهه واحده يعني ان الوينج ليفت يروم القلب لما اللعب يبقى ناحيه اليمين والعكس, وعلي معلول يطير لهم علشان يفك الاشتباك لما الفريق المنافس يحاول يعمل التكتلات. دي الرؤيه العامه, الرؤيه العامه بتاعته لان لسه في بقى تفاصيل وتفاصيل جوه تفاصيل وتفاصيل. ممكن اسالك بقى في التفاصيل والتفاصيل اللي بيقولها عايز ايه يا ابني التفاصيل اللي انت قلتها بناء على ما سبق ذكره فيما يتعلق بالرؤيه العامه الشامله اللي طرحها عز واللي الراجل بيشتغل عليها, تفتكر مين من اللعيبه اللي هتجيد جدا مع الراجل, ومين اللعيبه اللي هتقع منه, ومين اللعيبه اللي مش هيبقى ليها مكان او مكان, ومين اللعيبه اللي هتتطور؟ يعني ادينا برضو تخيلاتك يعني. طيب ده كلام كوره فما يعني ماشي لا نستحمل كلامه. لا ما انا قلت لك ما تتنهدش كده لا لا اصل دايما بتحاول تدخل جوه دماغ زي ما قلت لك على فيريرا قلت لك نظري يلعب بثلاثه وقفنا له انا وهو قلنا له وانتوا الاثنين وقفتوا لي بعد اسبوع مفيش ماتشين وتنفذ الطريقه. يا بيه انا رفعت لك القبعه يا بيه اشكرك. حصل ولا ما حصلش؟ طيب هقول لك على حاجه, وبعدين اديتك حقك كمان في الكوره بتاعت شيكابالا وامام عاشور اشكرك, واتصيدت بعديها والناس كلها اخدتها على السوشيال ميديا. طبعا مش عارفين نقول لحد. عملت شغلي طيب يعني طبعا. عملت شغل انا بقى ما عملتش شغلي وقلت له ابراهيم هو اللي قال لا انا قلت لك تمام 3 4 3 حاجه هرب في ثانيه رابونجي. طب بص الراجل احساسي بعد ما اتفرجت على طريقه بونا اللعب وانه بيحب السنتر باكين يبقى عندهم كوره ورقم 6 كمان رقم بيحب ستة. يبقى عنده كوره. لو الراجل بدر بارون مكمل في النادي الاهلي ما تستبعدش ان الراجل ده يوظف بدر في المركز رقم 6 ماشي, ويلعب بالاثنين السنتر باكين. اعلى اثنين سنتر باكين في الاهلي عندهم كوره. انا هشتري منك على فكره محمد عبد المنعم لما يرجع من الاصابه, انا اشتريت ورامي ربيعه. يبقى الثلاثه اللي قدام عندهم كوره, السنتر باكين وسته. يعني كانك بتتكلم على كوناتي وفان دايك او جويل ماتيب وفان دايك وفابينيو. ليه؟ يعني بلاش مقارنات. ماشي يعني انا بشرحها لك ان هو ماشي. عشان ما حدش يفتكر ان الاهلي هيلعب بثلاثه, لا هو هيلعب باثنين, وحتى رقم سته بتاع الاهلي لازم كورته تبقى عاليه قوي. ماشي قوي يعني ماشي. لو اتضغط عليه لا عادي جدا وعامل كده وطالع ومسلم الناس. ماشي. لما تيجي تبص ان بدر عنده مقومات اللعيب رقم 6, اولا كورته عاليه, لسه هقول لك, اولا كورته عاليه جدا جدا جدا, برجله واسع تتيح له الفرصه ان هو يستخلص, لانك ما تنساش اصلا ان هو ديفندر, ديفندر بالكوره يعني مدافع يعني او ديفنسيف ميدفيلدر, هو يعني لعيب نص الملعب المدافع, فيقدر يستخلص كويس جدا. راجل بيقدر بتمريره واحده يضرب لك 3 4 لعيبه او فبدر بنون, وقلنا رامي ربيعه و وعبد لو بدر قعد في النادي الاهلي لو بدر لو وكمل ماشي, الراجل ده هيلجأ لاعلى لعيبه بتقدر تطلعه بالكوره من ورا لقدام ماشي. واعلى لعيبه كوره موجود نص الملعب, هو بعد كده نص الملعب خلاص يعني لما تيجي تكلمني على نص الملعب لا لعيبه كوره النادي لعيبه الاهلي كلها كورتها عاليه, سليه وحمدي سليه كورته عاليه طبعا. طيب. بعيدا ان هو كل لعيبه الاهلي بتكلم بس على الكوره, بتكلم على المهام اللي هو الراجل بيبقى عايزها بيبقى يطلب. يعني مثلا خليني اشرح لك اللي في بالي, يعني هل الراجل ده بيطلب من كل لعيب انه بيعمل دورين ثلاثه في الملعب ولا هو مش عايز يعمل ده فبيدي للعيب اوردر واحد بس؟ ان ده بيفرق في مدربين بيطلبوا مجموعه من الطلبات للعيب, يعني بمعنى اذا انت بتتكلم على لعيب رقم 6 فاحيانا يطلب منه ان رقم 6 ده يبقى نزل شويه عشان ياخد الكوره فيوفر كم مساحه شويه للراجل السنتر باك فيكون مقرب منه فيدي يدي يعني يقصر المسافه, وبعد كده مطلوب منه انه في الحاله الهجوميه انه هيزيد ويقطع ويكون موجود من الناس اللي بتسدد وتصوب, ومطلوب منه انه في وقت من الاوقات هيرحل على جنب من الاجناب بحيث انه لو الباك طلع. فدي وظائف كتيره متعدده ممكن لعيب نص الملعب ياخدها وممكن واحد يغرق في النص فيها. طبعا بس هنا الاجابه انا قادر اوصل لك حلو السؤال جدا وفهمته. الادوار المعقده حلو قوي. الادوار المعقده دي لازم ترجع فيها لايه؟ لطرق اللعب اللي زيزو شرحها لك. ان الراجل بيلعب 4 4 1 1 يا 4 2 3 1 مظبوط. طيب يعني اذا في 2 ثابتين 6 و8 بس لما تيجي تتفرج على اسلوب الراجل وعلى الكوره الحديثه اللي الراجل بيلعبها او الكوره الحديثه عامه بقى بعيده عن الراجل يا هيما, زي ما قلت لك في حلقات سابقه
مفهوم الراجل رقم 6 ده اتغير. مفهوم الراجل رقم 6 اللي هو تيبيكال 6 يقطع بس وشكرا مش بس اقرب واحد مش بس بالظبط برافو عليكم اقرب واحد خد يا باشا وقوم انتوا بقى بالوجه لا ده اتغير. والدليل على كده يا جماعه احنا بنبص مثلا على كامش واحد من افضل لعيبه العالم في المركز رقم 6 جايب جول في ايطاليا في ايطاليا وجايب جول في ايطاليا في المانيا راجل بيلعب لمؤاخذه زيزو جايب جول يخلص امتى مؤاخذه يرحمه بقى توني كروس قرب يخلص عايزين اللي بعده. فالمفهوم رقم 6 ده واتكلمنا هيما على اندريا بيرلو الراجل كان بيلعب في يوم الايام تحت المهاجمين رجعوه يعني انا حتى بالمناسبه امبارح في الاستاد وزيزو قاعد جنبي واللعب واقف قمت مقرب من محمد عبد المنعم قلت له بقول لك ايه انا عندي معلومه عاوز اسالها بس عشان اتاكد انت كورتك عاليه كده عشان كنت بتلعب مهاجم قال لي لا انا كنت بلعب تحت المهاجم قال لي عشان كده اعرف الف لو واحد ضغط عليا يقوم عامل لافف وراجع للشناوي وقفته في الملعب مختلف طيب بالظبط يقدر يطلعك بالكوره من ورا لقدام بصوره جيده. فاخر حاجه هي ما 6 و8 دول لازم يبقى عندهم يجيدوا النواحي الدفاعيه في حاله خساره الكوره ويجيدوا النواحي الهجوميه في حاله اكتساب الكوره عشان كده قلت لك على نقطه بدر عظيم. نروح للتفاصيل وانا شاري منك يعني انا اشتريت منك الحته ديت يعني طيب. موافق انه يوظف انا شاري الحته ديت لانه بدر من اللعيبه اللي انا بشوفهم يعني لعيبه مميزين وان كان جدا. عنده عرض من قطر القطري بوصل 2.5 مليون يورو عشان كده قلت لك لو هيقعد في النادي الاهلي. طيب زيزو تفاصيلك خلينا نشغل الصور على طول يلا يا جماعه احنا عندنا كذا ثلاث فولدرات ثابته ممكن نتجاهل بقى بنفيكا علشان نسهل الشغل على على الناس. انا برضو احنا معديين يا زيزو احنا معديين عايزين برضو نبقى نشوف طب افشح هيبقى دوره عامل ازاي هو ده اللي انا جاي عليه يلا باش اتفضل يعني هو ده اللي انا جاي عليه بعد كده النوعيات او اسلوب الهجوم بتاع معلش ممكن نرجع لبنفيكا نرجع لبنفيكا اللي فاتت يعني قصدي الفولدر بتاع بنفيكا عشان بس الترتيب هو واضح ان في ترتيبه في دماغه طيب. دول الاربع قلب الدفاع وانا عايزك تركز على الوينج ليفت احنا بنتكلم بقى اني فرقه اني فرقه الكحلي انا معلم على اتنين لعيبه الوينج رايت والوينج ليفت حلو بص هما بيدافعوا ازاي انا عايزك تركز مع الوينج ليفت لانه داخل لجوه ضامن مع الراجل الباك رايت المفروض يعني الوينج ليفت اللي هو انا معلم عليه بالفسفوري اسمه ايه تريكواز تريكواز هو التريكواز ده تمام السبوت لايت في تاني زي ده هاخد فاصل ماشي يلا سلام متفقين يعني ماشي اللي بعده طيب ما انت اللي بتديني فرصه اقول اتقطعت الكرة فالوينج ساب بيته وتقدم كل المشوار ده حلو الكلام اتقطع التاني البنفيكا فقام عامل ايه قام رادد هو السهم الابيض اللي تحت ده اللي مش باين الباك ليفت استلم الكرة قام مسلمها للراجل الوينج ليفت الوينج ليفت قام مرجعها الباك ليفت وبص الصورة اللي بعدها وهوب قام ضارب سبرينت حلو الوينج ليفت بقى ضرب السبرينت عشان يستلم الكرة بعد ما عدى الناس دي من المركز رقم 10 بالظبط كده اللي نازل في واحد نازل هنا اهو المركز رقم 10 سلم للوينج ليفت اللي لسه بيجري كان بيجري من بره الملعب عشان ينجز وقت عشان بس معلش يا زيزو ممكن ارجع للصوره اللي فاتت طبعا. عشان يبقى بنكمل كلام بعض في نقطه هنا مهمه هيما بتاكد الكلام اللي احنا عمالين نتكلم عليه الراجل الباك ليفت عمل تمريره ضرب مربع احمر صح عمل ضرب مربع احمر كسر ضرب اربع لعيبه من تيم بنفيكا يلا زيزو كمل حلو الكلام طلعت للراجل رقم 10 اللي نزل يسند راحت للراجل الوينج ليفت طلع جري بالكوره زي ما يبين في الصوره اللي بعدها اما ريحها على المهاجم راس الحربه الموجود وطلع يكمل سبرينت علشان خاطر يستقبلها جوه منطقه الجزاء يرقص ويشوط ويجيب الجون وبالمناسبه الصوره اللي فاتت كان فيها كمان الوينج رايت داخل معاه في منطقه الجزاء ده شغل مين وينج رايت ووينج ليفت في الاهلي عندهم النفس انهم يردوا لاخر الملعب يدافعوا وبعدين يردوا يهاجموا وبعدين يردوا يدافعوا وبعدين يردوا يهاجموا ده السؤال الاول اللي الناس لازم تفكر فيه انا مش جاي ادي اجابات انا بدي لك العناوين اللي جايه من وبرصد لك تاني انا برصد لك اللي الراجل كده. بيشتغل بيه وجزء يا هيما كبير من شغل الراجل انه ازاي يحطك في مواجهه الراجل جاي بوشك في مواجهه الراجل السنتر باك يعني لو رجع صورتين للي فاتوا هو ازاي انا وظيفتي كمدرب احطك في وش اوتاماندي كل اللعيبه بتاعت الخصم اللي قبليها اوتاماندي اللي اتضرب يعني اوتاماندي المدافع الارجنتيني اهو هو اللي واحد ضد واحد دلوقتي عليه حط 1 2 معاه ضربوا الراجل خلاص اللي هو الراجل السنتر باك الارجنتيني بتاع بنفيكا ماشي كمل اوتاماندي كمل زيزو بس فدي النقطه طيب نرجع بقى مره تانية للفرقه وهي بتدافع علشان برضو نفهم الشكل ونفهم الوضع ضغط موجه مان تو مان بالنسبه لكل اللعيبه الا الاثنين اللي بيلعبوا في وسط الملعب هم اللي بيلعبوا زون انا حتى راسم الزون دايره عشان تبقى المساله واضحه للناس طيب
بنفيكا كانوا ناصحين رجعوا للارتكاز، الارتكاز رجع للجول كيبر وبالتالي اللعبه اتنقل الناحيه الثانيه، فقمت ضارب مضطر تضرب سبرنت دفاعي وتترحل نفسك وتروح الناحيه الثانيه يمين، بس خلاص بنفيكا كانوا اوريدي ابتدوا يهاجموا، فانت هتضطر بقى تلعب على التكتل الدفاعي اللي هو الشق الثاني من الطريقه الدفاعيه للراجل. الحاجات دي في العادي الاهلي ما بيعملهاش بالمناسبه. الحاجات دي انت لما تتفرج على تمرين كابتن طارق العشر تلاقيه هو اللي بيدرب لعيبته عليها، لان هو ده الطبيعي بتاع جيلف سنتي. عشان كده انا لسه مش قادر اركب لما هيبقى مدرب الاهلي، هبقى شايف الحته اللي بتاعه الضغط انما لازم ياخدها عكس الشكل ده بشكل عام. طيب خلينا نجري بالصور شويه، فبنرجع بص بقى الريسك هنا 4 4 2 فلات صريحه، وبص الدفاع واقف فين. متقدم قوي، قلبك يستحمل ولا ما يستحملش؟ ده السؤال. طيب بس في نقطه بقى يا عزيزو معلش، ايوه الراجل بص اللي معاك كوره قريب منه ازاي، سلم عليا قريب منه ازاي، مش سايبه زي ما كنا بنشرح الكارثه اللي وقع فيها الزمالك في قدام الاهلي. انتوا انتوا سايبين رامي ربيعه عمال هريكو تشيب. انا مش عايز اقطع متعتكم الحقيقه، بس انا عمال بدور على الكره في الصوره مش لاقيها هناك. السنتر باك اللي ناحيه الشمال، عشان كده الراجل قرب منه. الكره دي في ايديها هيلعب اوت ولا هو فين الكره يا جماعه؟ الكره تحت رجله اليمين يا هيما. انا حاطط سهم بس بطن رجله اليمين. السنتر باك اللي ناحيه الشمال. انت بتقول السنتر باك، خدتك بتقول افتكرت بتقول باك ليفت. السنتر باك ناحيه الشمال اللي هناك اللي معاه الكوره، الراجل رايح مقرب منه المسافه بينه وبينه حوالي خطوتين عشان يمنعه انه يعمل التشاب رجله الشمال، يبقى في ظهر الدفاع المتقدم اللي انا بتبعه. ماشي. وبالتالي حسام حسن امبارح مثلا جه يضغط على لاعب وبعد كده ما قدرش ياخد منه الكوره فزهق ووقف. لا يا بيه، الزهق فوره، لانك لو زهقت اللاعب هيبقى في رجله كوره ومساحه هيلعب لك كوره طوليه وشكرا واحده خلاص. نونيز هيجيب جول. الدفاع سته لعيبه بنفس الشكل والضغط مستمر على حامل الكوره. فبالتالي هو ده السيستم بتاعه. مين الاثنين الاجنحه اللي هيعملوا الدور ده؟ مع طبعا انه دايما بيحاول يخرج المنافس زي ما قلت لك للخارج للوينجات، بانه لاعبين الارتكاز بيتحركوا بحيث ان واحد يبقى في القلب والتاني بيحاول يطرد الهجمه للجناح. ده الشكل بتاع ماتش بنفيكا. طيب نيجي للسؤال بتاع مجدي قفشه، هل الراجل ده بيعتمد على اللاعب زي مجدي قفشه ولا لا؟ تعال نتفرج على الشكل الهجومي للراجل ده. مجدي قفشه بتاعه ماشي موجود عادي جدا، اللي عليه السبوت ده، اللي عليه السبوت راجل كوره جميله، اسيستات. الصوره اللي بعدها لعب رايق. ماشي، خدت بالك من اللي انا كنت بقول لك عليها هيما الملحوظه اللي قلت لك ازاي احطك في المواجهه؟ اربعه وشك لل اربعه ابيض على الاربعه اصفر. ماشي كمل الصور، كمل الصور. بلاي ميكر بيلعب على الوينج ليفت اللي هو نجم الفرقه رقم واحد يعني، والراجل اتحط قدام الجول وجاب جول. طيب مره تانية هو احيانا بيلعب على الوينج، يعني احيانا ما بيلعبش بلاي ميكر صريح، بيلعب من على الوينج. وبالتالي زي ما هو باين معانا هو اللي عليه السبوت لايت، الوينج المهاجم زاد وهو بص اتحرك لحد الكوره، طلب الكوره، استلم الكوره، حطها لوب بس خرجت بره، او حطها على الارض في الحقيقه بس ما لقيتش الايفكت بتاعها. هنا كانوا بيلعبوا سبورتنج لشبونه المباراه اللي فاتت يعني. مره تانية من على الوينج، الفرقه كلها بترحل، تفضي له مساحه، يستلم الكوره، لما يستلم الكوره يقدر يصنع ما يريد. يعني عنده رقم 10 يقدر يوظفك زي على الوينج او يوظفك مهاجم تاني. هو في الاخر ما عندوش ما يمنع انه يستخدم اللاعب رقم 10 اللي عليه السبوت لايت زي ما هو واضح معاك. طيب ايه الريسك بقى في تنفيذ الراجل ده؟ يا ريت النقطه بس اللي مجدي قفشه محتاج يشتغل عليها. لازم ترجع تعلق يا زيزو على الصوره اللي فاتت، لان بص السنتر باكين بيرجعوا. لا انا عاوزك انت كمان تكمل هناك. ارجع يا شباب، السنتر باكين بتوعه بيزيدوا لغايه فين يا هيما؟ بص الفول باكس بتوعه شبه طايرين، والسنتر باكين ما هو ده اللي عز كان بيتكلم عليه، ان هو هيبقى فيه ريسك دايما في طريقه اللعب. مظبوط. بس هو واضح هنا ان هو في الحاله الهجوميه، فلنفترض هنا ان هو الاهلي فعلا يعني. هنا يجوز انك تقول ان هو هنا الاهلي وبيلعب خصم من الخصوم اللي بيقابلها في الدوري، المولين العرب على ذكر الفانيلا ديت يعني، على نفس لون الفانيلا، ومتكتل وقافل قدامه الملعب ومضيق المساحات ومقرب الخطوط وعامل كل حاجه، فهو هنا بيرسك او معنى صح فاتح الملعب على اخره يعني. الريسك بالنسبه لي يا هيما ان السنتر باكين يزيدوا هنا. ونقطه برضو لازم تاخد بالك منها، مش ليه؟ دفاع بقى، مش دفاع عالي، ده هو بادئ عالي خالص يعني. بس هو هنا في حاله الهجوم. برافو عليك. بس اعتقد بالشكل ده هو برضو لما هيجي يرد هيرد بدفاع متقدم ماشي. بس هو ليه
علشان الراجل رقم 6 بتاعه متراقب. يعني عز معلم لك بخط رابط رقم 6 ورقم 8 وعمل لك سبوت لايت على الراجل رقم 10 فاذا هنا 8 و10 بقوا بيلعبوا على خط واحد اللي هو حته النجيل الغامقه. خلاص الاثنين وصلوا الاثنين كانهم بيقوموا بدور الاثنين 10 عشان الراجل رقم 6 بتاعه لو اتراقب بياخد الريسك وبيزود السنتر باكين. عظم ده تربطه برضو بايه؟ انه محتاج سنتر باكين كورتهم عالي. عالي ماشي. طيب الملحوظة اللي قفش لازم يفهمها احنا كده اتكلمنا عن الاجنحة وبالنسبة لي مثلا طاهر ممكن يقوم بالواجبات الدفاعية لان هو طاهر كمان من اللعيبة المميزة جدا على المستوى الدفاع مستوى الهجومي عنده معدل الجري عالي جدا عنده عالي ما شاء الله. فممكن هنا اشوفها بيرسي تاو يلعب على الوينج لا ما بيدافعش بس يلعب مهاجم تاني ممكن لو هيلعب 4-4-2 يكون هو المهاجم التاني ممكن. مجدي قفشة ممكن قوي تلاقي لك دور في الملعب ممكن لكن مع الاخذ في الحسبان ان مجدي قفشة لازم جري بقى الصور الراجل اللي عليه السبوت لايت ده في اوقات كتير بيتحول لمهاجم داخل منطقه الجزاء خش 18 ويلعب كانك مهاجم بالظبط. دي النقط اللي الاهلي لازم ياخد باله منها وناقص بس حاجه واحده انا اسف قبل ما تطلع فاصل الريسك العالي اللي بيلعبه الراجل ده. احنا شرحنا القصه بتاعه الدفاع العالي والاخطاء اللي ممكن تحصل اللي ممكن تكون حاصله. الراجل بينفذ الدفاع العالي بشكل ممتاز الضغط من لعيبه المهاجمين على حامل الكوره وبص الوقفه بتاعه المدافعين بيعلمهم بشكل اكتر ممتاز عشان يبقوا بيضربوا السبرنت الناحيه العكسيه بس اي حاجه من دول مش هتحصل هتبقى مشكله. الجناحين مش هتحصل مش هيرجعوا يدافعوا برضو هتبقى مشكله. بص الراجل يهيمه اللي معاه الكوره بص اللي واقف قدامه على بعد 3 خطوات عشان انا بلعب دفاع متقدم. بص يا تامر بص يا عز شرحته بتفاصيل التفاصيل جمهور الاهلي دلوقتي قاعد بيتفرج عليكم هو بيفكر في حاجه واحده بس كل اللي انتوا قلتوه ده حاجه عظيمه جدا جدا وشرحته بالحاجات ايوه قاعد الراجل ده هيلعبنا كوره ممتعه بتاعت النادي الاهلي ننزل نضغط على اللي قدامنا ونفرم زي جوزيه ولا الراجل ده مش هيعمل كده. انا متاكد انه في دلوقتي ما لا يقل عن 90% من جمهور الاهلي هو عايز يوصل للاجابه دي. حلو قوي يعني في شخصيه في طريقه في دماغ ده كلام جميل. طب ده كلام عظيم بس نطلع فاصل لا نطلع فاصل انا عايز اجابه ما تهربش مني. لا ما عادي ممكن ارد لك يلا يعني اجابه دبلوماسيه. لا ما فيش دبلوماسيه في لا دبلوماسيه يعني انا اقول لك لازم محتاج وقت. هو ايه اللي محتاج وقت الراجل انا بدي انا عايز اعرف الانطباع اللي انت كونته بعد ما اتفرجت كده على كل الحاجات دي. كورته مختلفه الراجل ده هيلاعب الاهلي الكره الممتعه اللي يمسك فيها خصومه ويخنقهم من الدقيقه الاولى ويخلص الماتش بواحد واثنين وثلاثه وزي ما الجمهور الاهلي بيبقى عايز وزي ما الجمهور الاهلي شايف في شخصيه مانويل جوزيه وشايف زي ما البعض ما قال لك اصله موسيماني مش هو ده اللي كان الاهلي حاجات كتيره من شباب هو هيقدر يحقق ده. ده الناس بتساله كورته مختلفه. كورته مختلفة بمعنى؟ بمعنى ان الراجل بينفذ الضغط العالي بامتياز بس في نفس الوقت هو كورته مباشرة وبالتالي هي حاجة الاهلي ما اشتغلش بيها قبل كده وبالتالي هو غالبا هيضطر يغير بعض من افكاره عشان تتوافق مع انه الاول مرة بيمسك النادي بينافس لما يشوف بقى القماشة اللي معاه بالظبط. ولما احنا نشوفه لان هي دي النقطة الفرق بينه وبين فايلر ان الراجل ما مسكش فريق كبير قبل كده وبالتالي انا مش قادر احكم على سابقة اعمال لكن الرهان على الفشل سهل فسهل قوي اقول لك بصراحه بعد ما اتفرجت هو مش مدرب الاهلي. انا اول انطباع جالي ان ده مش طريقه الاهلي ما اصل هتدافع بستة والدفاع الوينجي يرد لحد الاخر بس انت حطيت في اعتبارك التيم اللي هو بيلعب بيه حطيت في اعتباري ان هو بيلعب ووضعه في الجدول والحاجات اللي شبه كده بالظبط كده وبالتالي لقيت ان انا هبقى ظالم لو قلت ان هو ده هيفشل. لا ما اعرف منين الراجل لما يجي هيطبق افكار اكيد هتبقى مختلفه عن اللي بيطبقه مع جيل فيسنتي زي لما مورينيو طبق افكار مع الريا مختلفه عن اللي عمله مع تشيلسي مختلفه عن اللي عمله اسف مع بورتو مختلفه عن اللي عمله مع تشيلسي. ليريا هو بيلعب كوره متحفظه بورتو بيلعب كوره هجوميه جدا تشيلسي بيلعب كوره متحفظه ثم كوره هجوميه وهكذا ففي الاخر لازم تحط الحاجه في النصاب بتاعها. نبتدي نشتغل على سواريزو ميتر من دلوقتي. سواريزو ميتر هيبقى فيه سواريزو اخبار الضربات الثابته يا لينا اكل عيش. ايوه صح والله كنت يعني في الباصل هقول لا انا جايب لك ضربه الكورنر بتاع الراجل بيعمل ضربات ثابته هيك تاكل عيش ما تقلقش بيعمل والله اشتغل وهتتبسط. هو في حد بيشتغل ضربات ثابته في مصر غيرك مثلا؟ يا راجل انت كرهت موسيماني في عيشته. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلام.
هناك اجماع كبير على ان السؤال الاخير كان هو لب الموضوع. هتقولنا من الاخر انتوا بقالكوا ساعه عمالين تقولوا الراجل ده هيمشي معانا ولا مش هيمشي معانا. فطبعا يا جماعه هم شرحوا بس انا في الفصل حاولت اخد ودي معاهم في القصه، قالك احنا مش عايزين نضرب الودع فبيبقى زينا زي غيرنا في كلام عام بشكل عام، خلونا نشوف التجربه ونحكم عليها وبعدين في الاخر يبقى الرصد حقيقي لفكره تحول الراجل من ادائه مع فريق من فرق الوسط انجاز التعبير لفريق بطل بطل زي النادي الاهلي. طيب خلونا نروح بقى للتحليل الفني للاهلي وبيراميدز، وحضراتكم كنتوا موجودين في الاستاد فنخش في الحالات على طول عشان نلحق برضو عندنا حاجات تانية خلال التحليل الفني. اتفضل يا تامر. طيب المباراه هيما فيها كذا حاجه ممكن نتكلم عليها. ماشي يلا. الاهلي مازال عنده مشاكل كبيره جدا 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 في الخروج بالكره من ورا لقدام. الاهلي مازال عنده مشكله كبيره جدا في الاحتفاظ بالكره لاطول وقت ممكن. الاهلي عنده شويه مشاكل بتقابله في بعض التمركزات في 4-3-3 لما كابتن سامي قمصان وبشيد بيه في الشوط الثاني. بتتكشف قوي مساله التمركزات دي لما تتفرج من الاستاد. قوي صراحه. خد بالك انا مثلا جزء كبير جدا من ان انا منبهر بفان دايك ان انا شفت ماتشين ورا بعض لليفربول من الملعب الانفيلد. اوكي في الانفيلد فشوف بالله ايه ده يعني رهيب. مظبوط. النقطه اللي بانت كمان يا هيما امبارح في لعيبه في الاهلي لازم تشتغل على النواقص اللي عندها. مفيش حاجه اسمها عيب، لا العيب اللي انت بتعمله في الملعب. يعني مش هقول اسماء بس كل واحد عنده نواقص لازم يشتغل عليها. تعال نبدا الاول نبدا بالاول حاجه مشاكل الاهلي في الخروج بالكوره. يلا عايز اوري لك المشاكل اللي بتقابل الاهلي في الفتره الاخيره بالخروج من الكوره، مع العلم وان احنا نحط في حساباتنا ان بيراميدز ما كانش بيضغط الضغط العنيف على الاهلي امبارح، ومع ذلك الاهلي كان عنده مشاكل في الخروج. هو اسم الملف كده يا شباب، مشاكل الاهلي في الخروج بالكوره، دي حاله من الحالات امبارح. طبعا هنا بس انا عايز اقف هنا بقى، لا بس عايز اقف وهي تحت رجل كوليبالي يعني ديانج. الله يسامحك يا زيزو. لا عايز اوقف وهي تحت ديانج يا شباب، هي كده تحت رجل ياسر. عاوز وهي تحت رجل ديانج، لا وهي تحت رجل ديانج. هيرجعها يا ماشي. الشناوي بدا حط لياسر لديانج، بس وقف بقى هنا. اولا بص كوكا متمركز ازاي. كوكا مستخبي ورا الراجل، يعني كوكا مستخبي ورا اسلام عيسى ورا ديانج. طيب هو ياسر ابراهيم هيمرر لك ازاي؟ يبقى كان لازم اللي انت تعمل اللي انت هتعمله ده بعد كده بس اسرع. بص هنمشي بقى بالصوره، يلا قام رايح في المساحه الفاضيه عشان يظهر من ورا اسلام عيسى ويبدا يستلم. ففي حاجات لازم اللعيبه تشتغل عليها، تمركزات في 4-3 ضاربين شويه لخمه. بص الخروج بالكوره من ورا لقدام سيء جدا جدا عند الاهلي في الفتره الاخيره. حاله تانية ودي حاله كارثيه واتكررت كتير. دي اللي ديانج حطها للراجل. معلش هرجع برضو يا شباب، وهي عند رجل ياسر. ديانج عملها لعبد الله. بالظبط. انا بقيت اتكررت مش مصدق ان ديانج عملها. اولا ياسر هنا لو مش متاكد، اولا انت بس اقف هنا، ياسر هنا هو كده بره اللعبه خالص، يعني اي تمرير بعرض الملعب هنا في العمق انت بره اللعبه خلاص. وده اللي حصل، يعني اضمن عندي هنا كنت ترجع للشناوي عندي اضمن، لكن حطيتها في العمق والراجل ضغط، الكارتي ضغط على ديانج، وقام عبد الله السعيد قاري المشهد ودايس عليها. الكره دي حفت في الشبكه من فوق. ايوه ماشي، حفت في الشبكه من فوق. ادي تاني واحده مشاكل في الخروج بالكوره من ورا لقدام. اللي بعده مفيش حد ضغط عليك خالص، وليد الكارتي رايح على استحياء، هنا عبد الله رمضان بدا يضغط. بص الاثنين بس كوكا وديانج الاثنين لا هرجع يا شباب، وياسر بيعمل الطويله. حاضر. بس اولا كوكا مستخبي ورا ورا الكارتي، وديانج كمان مش ظاهر، يعني الناس لازم. طب ايه فايده ان انا اثنين بيلعبوا هنا؟ انا لازم هنا كوكا لازم يروحوا كانه رايح كباك ليفت علشان يجيب معاه فخر الدين بن يوسف، وساعتها ممكن يرجع للشناوي والشناوي يحط لطاهر او لمحمود وحيد، وبالتالي الاهلي بيخسر الكوره على طول باستمرار، وبيراميدز يدوس على الكوره. طيب هنقل على الملف الثاني بقى بسرعه عشان ادي لزيزو. الملف الثاني يا شباب اسمه فرق الاستحواذ. الفرق الاستحواذ والخروج بالكوره من ورا لقدام عشان هيما والوقت عشان بس لسه عندي الزمالك ولسه عندي منتخب مصر. ادي واحد اتنين فيا دوب اخد ثلاث حالات من هنا واقدر اخد ثلاث حالات من هنا. يلا ثلاثه
بص بيراميدز ما بيفقدش الكوره. أربعة اسلام عيسى اللي عمل مباراه كبيره جدا وادى دور المهاجم الوهمي كويس جدا. خمسة عندهم حاجه و20 تمريره بيراميدز ما بيفقدش الكوره. وهنا أربعة اتنين زي ما الاهلي كان بيبينها. بس المشكله عند الاهلي هنا تحت الكوره كلهم الاهلي بيلعب الفرقه كلها تحت الكوره ودي المشاكل. هجيب لك فولدر تاني كامل اسمه ليه بس حط عينك على قفشه هنا قفشه وينجر ودي هيبقى عندنا وقفه كبيره جدا ليها. بص تيم بيراميدز متحكم في تيمبو المباراه زي ما هو عاوز زي ما هو عاوز ما بيفقدش الكوره خالص. بص حاطط الاهلي في الثلث الدفاعي والنتيجه 0-0 خلي بالك مش ممكن يعني عارف انه كان على الفاضي بس يعني معلش يعني الاستحواذ دي حاجه ثانيه. ايوه طب ما انت برضه عمال تستحوذ وتمرر كرات عرضيه ما تعملش في حاجه فرحتي ممكن اسيب لك الكره كده لحد اخر الماتش ما تعملش حاجه. حاضر هوري لك بس في الاخر حبوا الاهلي يضغط. هل الاهلي لما راح ضغط جابها؟ لا ما جابهاش لان تيم بيراميدز بيطلع بالكوره كويس جدا ومن اسامه جلال بوش رجله الخارجي ولينا وقفه كبيره عند اسامه جلال. لا ده كل ده هتقوله النهارده عند رمضان لاسامه تاني لحسين زي ما هم عاوزين بيتحكموا في الكوره ما بيفقدوش الكوره نهائيا. تغيير اتجاه اللعب عند فتحي لمسه واحده الفخر طولت منه رجع جابها تاني من ورا محمود برجر رهيب رهيب الكوره دي استغربت برجر رهيب بالظبط لوليد الكارتي بيتحكموا في التيمبو في ايديهم. بص حط في الشمال تاني لاسامه جلال اسامه حط لحسين عبد الله خلق طلع له بره خلق له مساحه في العمق طولت من حسين هنا هاني قطع طيب الاهلي احتفظ بيها لقد ايه؟ الاهلي ما فيش ما كملش ثواني وفقد الكوره واحده الثانيه الثالثه الرابعه. بص بقى مشكله كبيره جدا 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 في الطلوع بالكوره من وراء لقدام ده بس فرق الاستحواذ. هدخل لك بقى على قرار سامي قمصان اسم الملف كده. كابتن سامي قمصان عمل بالونتين اختبار اول واحده منهم الثانيه الاولى في عمر المباراه. يلا اول ثانيه في عمر المباراه الحكم ادى اشاره بدء المباراه. بص الاهلي قال اشوف ايه جس نبض الناس دي لو ضغطت عليها هعرف استخلص ولا ايه النظام. اسامه جلال ما بيفقدش الكوره شريف لا هي 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 ايوه شباب اللي احنا كنا عارضينها انتوا قطيتوا قطيتوها ايوه هي دي. الراجل بيجس النبض تيم بيراميدز بيحضر من دونجا لحسين لاسامه جلال خد بالك اللقطه دي ناقصه فواضح انت كملها انت بس قول لنا ايه اللي حصل فيها. ما الاهلي ضغط وما جابش الكوره وبيراميدز طلع بالكوره ووصل لغايه ال 18 عند الاهلي عادي جدا الضغط اللي كان يبدو شرسا ده مظبوط. وبناء عليه قرر كابتن سامي قمصان ان ما فيش جدوى من موضوع الضغط يعني هضغط مثلا بتاع 6-7 مرات هجيب الكوره مره او اتنين فهيبقى في استنفاذ وانا اصلا اللعيبه مجهده فما فيش ما يدعو ان انا اضغط على طول الخط. فالراجل قرر انه هيلعب واحده هيجي اهو دي لعبه الكره الوحيده وقفشه فين قفشه في الدايره عشان لو قلت لك عندنا وقفه مع الموضوع ده. الكره الوحيده هيما اللي الاهلي لعبها صح في الشوط الاول قفشه لهاني 1 2 تاني من هاني مع قفشه رغم انها مش محطوطه احسن حاجه لكن خدمت وراحت وخبطت في رجل حسين وطلعت ضربه ركنيه. نقف هنا بقى ادخل على ملف الضربات الركنيه. يلا طيب انا جبت لك الضربه الركنيه كابتن سامي قمصان لازم اشيد بيه ليه؟ لان واضح ان الراجل ده اتفرج على تيم بيراميدز في الماتشات الاخيره وهو داخل يقابلهم. يلا دي مباراه ايسترن كومباني مع بيراميدز. بص لا انا هرجع للفريم اللي فات وقبل رمضان. بص مين اللي واقف على القائم البعيد؟ ده حسين السيد اقصر لعيب في تيم بيراميدز. اختاروا طاهر وراح رايح له. يا سلام عليك يا هيما يا مذاكر. هنمشي. بص رمضان صبحي بيقول له يا حسين ويا عبد الله اطلعوا لبره السته. امشي يا شباب بقى بالصوره. بص رمضان صبحي اطلع لبره شويه عبد الله اطلع لبره السته. سلام عليك بتاع التفاصيل ام هندس انت ليه هنا هيما حسين؟ من وجهه نظري الشخصيه دي حاجه غلط بيقع فيها تكيس والغلطه دي. مين اللي كسب الكوره ايا كان ايسترن في ماتش المصري بقى انا جبت لك المشابهه ليها بالظبط دي ماتش المصري حسين واقف على القائم البعيد حسين هو 27 اللي واقف على القائم البعيد حسين اللي واقف على القائم البعيد اهي جول الاهلي امبارح بالظبط اقصر لعيب هو اللي واقف على القائم البعيد. طيب امبارح بقى يلا ندخل على الضربات الركنيه بتاعه الاهلي ادي الكورنر حسين ده كان علشان على القائم البعيد ففتحي اللي واقف على القائم البعيد وطاهر الناحيه الثانيه وطاهر اللي قطع على القائم البعيد اول واحده دي كانت البروفا خبطت في ظهر فتحي وطلعت ضربه ركنيه. بص طاهر حط عينك على طاهر رايح فين
قطع الايمن قريب وكمل بيت. المخرج هو بص محمد شريف بيشاور فين محمد شريف بيشاور هناك كمل بص محمد بس لا ارجع لكام فريم دول بص محمد شريف هيبص على مين كمل 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 شكرا اجهز ماشي. عشان احنا هندخل نقطع على الايمن قريب وتفضلك ويفضلك الايمن البعيد تستفرد بمين بحسين راح اقطعه بس شكرا جول 10 على 10 طب انا قريتها من امبارح حقيقه انه طاهر بختار حسين السابس في نقطه مهمه برضو كمان هم ليهم وقفه معانا الاهلي دارس الوقفه اللي هي بيعملوا فيها بلوك ب4 و4 الاهلي عرف برضو يتعامل ما ده خداع يا هيما خداع انا رميت لك الطعم انت خليتك انت كبيراميدز تركز على الناس اللي بتجيب ضربات الراس زي ياسر زي عمرو السوليه وطلعت لك طاهر وانت ما قريتهاش من المره الاولانيه والثانيه انا جبتها برافو عليك اشتغل بقى بتاع ضربات ثابته بقى وتنغبغ بقى وايه والدنيا تبقى حلوه. انا قعدت في الاستاد قلت له طاهر بيرفع ايده هتتلعب له على حسين السيد. طب ما سهل اهي. لا بقى بسيطه قبل ما تتلعب ولا تحضير ولا كده قال لك كده؟ قال لي كده. قال لك طب ما انت هتشتغل برضه في الضربات الثابته لا ده تخصص وده توكيل. اتفضل يا زيزو. خش برضه في الحالات بسرعه عشان عايز اتكلم في الزمالك وعايز اتكلم في انا هبقى عندي حاجتين بصوت قوي يعني حالتين بس بالظبط. بيراميدز بالنسبه لي لو لعب لبكره ما كانش هيجيب جون لان كانوا بيعملوا كل حاجه صح بس هم في الاخر بيستسهلوا في اخر جزء من يعني هم ماسكين الكوره ولاعيبتهم بتتحرك بدون كوره بس في الاخر هم ما عندهمش حته ان هم يروحوا على الجول. تعال نشوف من الكاميرا العاليه كده التمركز بتاع اللعيبه لما بتوصل للقرار ما قبل الاخير. الراجل استلم الكوره على الوينج اختراع يا جماعه الكاميرا العاليه دي والله اختراع. معلش ارجع لحد ما الكوره كانت في رجله. بص الراجل اللي جاي بيجري من ورا الحكم ده وليد الكارتي حركه كويس قوي من غير كوره. بص هو شغل خلاص في سويتش حصل سويتش سامع عيسى هيطلع بره وفخر الدين هو اللي هيدخل جوه بص وبعدين وليد اللي هيجري انت عامل ايه لعب على الوينج طب ما انت لو قعدت كده لبكره مش هتجيب جون وليد الكارتي بيتحرك في القلب ليه علشان خاطر هي دي التركه علشان تنقل نخش بقى ستوب بص الباسنج لين الخط بتاع التمرير اللي عند الحكم ده كله يوديك على الجول مباشره الباص ده لو طلع الباص ده قطري يوديك على الجول مباشرة. اللعيبة بتاعتي بتتحرك ليه في الأماكن دي طالما أنا هسهل على الأهلي حياته وألعب بقى كرات طولية وكرات عرضية ونفضل لحد إمتى ستوب الباص ارجع خطوتين. الراجل ده بيسيب مهاجم وهمي. يعني إيه مهاجم وهمي؟ عبدالله السعيد يعني هيسيب مكانه وينزل بين الخطوط يستلم الكورة لو هينزل يسيب مكانه اللي هو الراجل اللي واقف بين قلبين دفاع الاهلي لو ساب مكانه شغل الفيديو لو ساب مكانه ورجع وما خدش الكوره ما لهاش لازمه خلاص العب بقى لبكره فانا بالنسبه لي بيراميدز انا مش عارف بالظبط هو مشكلته فين ليه مش مركز في الكوره دي فيها تحركات من غير كوره كويس قوي بص بس في حطت بالكعب الوليد الكارتي هما بيتحركوا بص معلش للاسف المقاطعه بيتحركوا كويس جدا يا هيما من غير كوره واقفين على ارض الملعب كويس جدا بس تاكيدا على كلام عز ما لهمش انياب لازم يبقوا لازم يتعلموا ازاي يبقى شرس على مرمى المنافس ايوه بص يا تيمو الكره دي بص يا تامر شغل الفيديو الراجل استلم بين الخطوط زي ما بالظبط مطلوب شوت الله طب وبعدين لو لعبوا لبكره ما كانوش هيجيبوا جون غير بكره عرضيه يغلط فيها دفاع الاهلي فبالنسبه لي دي المشكله الرئيسيه اللي عند بيراميدز بس ممكن ناخد فاصل؟ اتفضل يا فندم. بعد الفاصل نرجع نكمل تحليل. طب احنا مضغوطين في الوقت بيجري مننا وتامر برضو لسه عنده حالات لسه في الاهلي وانا عايز اقفل الملف بتاع الاهلي. طب بص احنا هنلعب لعبه بسيطه سريعه جدا. اسالك اسئله وتجاوبني في 15 ثانيه. انا هظبط الستوب واتش. 15 ثانية اذكر عدد وزيزو ممكن يساعدك لو جاوبت هخليك تحلل بتكلم بجد احنا على الهوا احنا على الهوا والله اذكر 10 لعيبة لعبوا في الاهلي وبيراميدز تتكلم جد؟ يلا ستوب واتش اشتغل يلا واحد شريف اكرامي احمد فتحي حسين السيد الباك ليفت طيب اصبر بس على رمضان صبحي عبد الله السعيد جون انتوي محمد فاروق احمد حمودي احمد الشيخ هشام محمد لسه فاضل واحد واحد لعيب عشان هو قال لي هشام محمد قلت محمد فاروق قلت محمد فاروق اتقل عليا انا غلطان هنكسر ال 30 محمد حمدي الباك ليفت
محمد حمدي الباك ليفت ده كان بيلعب في الناشئين. انت كده بتقول ايه في الاهلي؟ لا 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 اسامه جلال فشلت. انا اسف فشلت والبضاعه كمان ضاعت. فشلت انا قفشه. ايه ده محمد مجدي قفشه صح؟ سهله يعني سهله جدا جدا. انا كان بودي ان انا اخليك تقول الحالات بس يلا امرنا لله. انت خسرت بس هتقول الحالات يلا مش مشكله. طب هلعب معاك لعبه تانية لو عايز جاوب صح. لو عايز جاوب صح هخليك تقول الحالات بتاعتك لو عايز. ولو عتل اساعده ايه؟ لو عتل اساعده عشان اتكلم. لا ما لا ماشي اذكر. استنى تكلموا بجد ولا بس 15 ثانيه. انا اديته 30 ثانيه وبرضه هو ما عرفش يجاوب عليهم يعني. ماشي اذكر خمس لعيبه لعبوا لبيراميدز وللزمالك. ايه ده يا ابني باخده بس. يلا علي جبر ها الشناوي خلاص يا عم. يلا الشناوي عمر جابر ها احمد توفيق ابراهيم حسن. يبقى هتكلم في الحلقة. اتفضل. ضيعنا 3 دقايق عشان تتكلم على 3 دقايق. يلا اتفضل. ايه الفرق بين بسرعه عشان الوقت. ايه الفرق بين الهجمه المرتده بتاعه الشوط الاول والهجمه المرتده بتاعه الشوط الثاني؟ ليه الاهلي ما كانش ليه اي خطوره خالص في الهجمه المرتده بتاعه الشوط الاول؟ باختصار يا هيما لان زي ما قلت لك الاهلي كان بيلعب 4-3-2-1. الاربعه اللي ورا مش محتاجين ان احنا نذكرهم. الثلاثه اللي في نص الملعب احمد كوكا وديانج ناحيه الشمال وعمر السوليه ناحيه اليمين. كان بيحاول لما الاهلي يمتلك الكره يدخل في المركز 10 لكن ما كانش قادر لانه مرهق جدا بدنيا. الاثنين الاطراف قفشه في الطرف اليمين لما قلت لك قفشه على طول في الطرف اليمين وطاهر في الطرف الشمال ومهاجم صريح محمد شريف. تعال نشوف المرتدات كان شكلها عامل ازاي في الشوط الاول بعد ما الاهلي تقدم. يلا طيب بيراميدز معاه الكوره بيحضر محمد شريف. التيم الاهلي سايب الكوره. بص عمر السوليه قفشه هنا كان ماسك عمق الملعب علشان كان محمد شريف لسه ما كانش رجع. اول ما بص شاور له اول لما رجع محمد شريف اتمركز. بص قفشه هو اللي هتلاقيه هيروح يمين. طيب ال1 2 حصل محمد شريف لمحمد شريف تاني عاوز اقف. انا كمدرب للاهلي انا عاوز العكس. انا عاوز محمد مجدي قفشه هو اللي يحط التمرير لمحمد شريف لان محمد مجدي قفشه هو اللي باصير اعلى من محمد شريف وفي السرعات وفي المواجهه محمد شريف هو اللي اعلى من محمد مجدي قفشه. لكن اللي حصل هنا العكس وبالتالي الهجمه المرتده مش متقانه. طب بيراميدز رجع جابها تاني دونجا لعبد الله. طبعا انا وقت جري لا حالا هيخسروها دلوقتي حالا والاهلي هيحاول يعمل مرتده. انت بتسجلني بص قفشه فين نزل اليمين قفشه اهو ناحيه اليمين قطع الكوره. طيب عمرو السوليه حاول يكمل في العشرة برضو محمد شريف هو اللي بيقوم بالدور رقم 10 برضو تمريرته مش متقنه وبالتالي هجمات الاهلي المرتده ما كانش ليها اي خطوره. ليه؟ لان قفشه على طول الخط باستمرار في الطرف اليمين زي ما انت بتشوف. اتقطعت هنا من محمد هاني اتزحلق اعتقد في الكره دي وجابها اتقطعت ماشي اتحطت محمد شريف هنا. طيب عايز تقول ايه؟ محمد شريف ولا عنده الملكه بتاعت المهاجم رقم 9 اللي تتلعب له دي ويقف عندها وتقف عنده بالكوره لغايه لما الناس تيجي ولا عنده ملكه ان هو يقوم بالدور رقم 10 لان محمد مجدي قفشه متطرف. طيب الشوط الثاني ندخل على المرتده بقى بتاعت الشوط الثاني. ايه اللي حصل؟ صلاح محسن نزل كوينجر ناحيه الشمال صريح، طاهر وينجر ناحيه اليمين صريح، محمد مجدي قفشه في المركز رقم 10 صريح ورجع كوكا. بص قفشه بقى هنا بس انا عايز اقف. طاهر هناك يمين صلاح هنا شمال قفشه في المركز رقم 10 وقدامهم محمد شريف. يلا ادي اول تمريره صلاح في مواجهه علي جبر 1-1 فات لكن هو عنده سنه الدلع عاوز ياخد بينالتي. ما تشوط بشمالك وتجيب جول لكن هو عاوز ياخد بينالتي. اذا تحسن كلها. اذا تحسن بالنسبه للاهلي الهجمات المرتده تاني واحده محمد مجدي قفشه لصلاح محسن برضو مرتده في منتهى الخطوره لان قفشه بقى في العمق عندي اللعيب رقم 10 الكوير اللي بلغه الكره اللي اقدر اقف عليه ودي اخر واحده. بص قفشه بيرجع بظهره بيخلق لنفسه المساحه رغم ان كان بيراميدز اللي قاطع اتحطت من ياسر رغم ان هي مش متقنه لكن قفشه حاول مش متخصص قوي براسه. عظيم. طيب خلينا بقى احنا يمكن حللنا مباراه الزمالك الماضيه لانه يوم الجمعه مع عمر عبد الله وعماره فهتكلم معاكم على ماتش الزمالك بكره شايفه ازاي من وجهه نظرك وكيف يفكر فيه فيريرا مع مجموعه من الغيابات برضو المستمره. اه لازالت الغيابات مستمره بس المكنه دارت فدي حاجه ممتازه لكن لازال انا بالنسبه لي اللي شفته من التحليل مع عمر في الاسبوع اللي فات كان هايل بالنسبه للعيبه الشباب بس اللي نفسي اشوفه بقى من اللعيبه الشباب ان هي تكمل نواقصها لان لسه عندهم نواقص كتير جدا. فقوه بالنسبه لسيف فاروق جعفر القوه البدنيه والالتحامات والفوز بالكوره
الحاجات الحاجات الخاصه بالتكنيك فيما يخص اللعيبه كلها بشكل عام محتاجه تتحسن بشكل كبير، لان دلوقتي لازم الناس تفهم ان الاول لازم اللعيبه تفهم ان الاول كانوا بيقيموا كشباب، فالترقيصه الحلوه بنسقف لها، الشوطه الحلوه بنسقف لها، دلوقتي هتتحاسبوا على كل لمسه، فمهم جدا انكم تبقوا قد المسؤوليه دي، لانه دول فعلا المجموعه اللي تقدر تخلي الجمهور. خد بالك الزمالك بكره فيريرا قدام احمد سامي، كابتن احمد سامي مدربين مميزين مع سيراميكا كليوباترا، بس لسه عندهم مشاكل كتيره في اللياقه البدنيه وفي الارتداد من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. برافو عليك. فبالتالي مهم جدا ان فيريرا يبقى هو كده كده فيريرا مدرب جامد على مستوى الكوتشنج جوه الماتش، بس التحضير للمباراه مهم جدا ان اللعيبه الصغيره تبقى مدركه ان هي دلوقتي هتتحط تحت ضغط مختلف تماما عن اللي كان عليه في المباريات السابقه. تامر اتفضل. ممكن ادخل في الحالات؟ يلا. لان على بال ما ادخل في الحالات هفكرك بكلمه قلتها. اتفضل. في مباراه لما كنا بنحلل مباراه الاهلي والزمالك الراجل كان متجنن ان هو لازم يا جماعه نفهم الاثنين اللي على الاطراف دول ان احنا اسمنا وينج باك، يعني لازم والكره معانا تتحولوا لوينجات صريحه بتاعه زمان. ماشي. الموضوع ده ما بان في حاله في مباراه البنك في لا هدخل على الحاله اللي في الدقيقه 13 يا شباب اللي بعد دي على طول. ايوه هي دي التسديده اللي كانت بدايتها من اشرف رؤى، خبطت اعتقد، ايوه ماشي وراحت. هنا محمد هلال حاول يخرج بالكوره، بص عبد الله بيقابله من هنا ليه؟ لان ظهره متامن بحسام عبد المجيد. اتقطعت راحت لبن شرقي، بس لا ارجع كام فريم اظهر لي اوناجم هناك، ادي اوناجم هناك وادي عبد الله هنا، ادي الباكين اللي على الاطراف بيزيدوا، يلا يا شباب سيبوها بسرعتها العاديه. بن شرقي بيعمل ديلي عشان عبد الله يطلع، حط الامام واتحطت، بس بقى عاوز بس بص كده مين هناك عند جوز ال 18 هناك جاي، ادي اوناجم. ومين اللي بيعمل الكروس؟ عبد الله. كانك طبعا مع الفارق عشان ما حدش يقول بس ان انا بشبه، كانك بتتفرج على تيم تشيلسي، الونسو بيعمل لجيمس او العكس صحيح، جيمس بيعمل لالونسو، روبرتسون بيعمل لارنولد مثلا. الباك ليفت بس انا جبتها لك عشان تشيلسي بيلعب بخمسه او ثلاثة. دي تاني نقطة لازم الزمالك طبعا خلاص اتكلمنا على ان الموضوع لا هرجع للشباب بس للكورنر، بس أكد على النقطة الأولى. فضل. النقطة الأولى هيما ان لازم يفهموها بقى، خلاص وصلنا لها بدأنا نجدها، لازم تكمل بيها طالما الراجل واخد قرار انه هيلعب بتلاتة في عمق الدفاع. الإيجابي في الموضوع ان الراجل عمال يجرب لعيبة او يغير لعيبة والفرقة بتنفذها. مرة محمد طارق، مرة عبد الشافي، مرة حسام عبد المجيد، فكله دلوقتي بقى خلاص بيتبع طريقة اللعب بصورة جيدة. التاني نقطة لازم الزمالك يحافظ عليها الإصرار والقتال، لأن الراجل عامل حاجة فوقت الفريق، أنعشت الفريق، دفع العناصر الشباب والدفع بلعيبة وتغييرها. يعني مثلا كان في الفترة الأخيرة عمر السعيد لما رجع سيف الدين الجزيري تبص عنده على الكرة دي عنده قتال، حتى الشباب يوسف أسامة نبي عنده قتال، وده الجول التاني يا هيما أساسه أصلا ضربة ركنية. بص سيف الدين الجزيري واقف على خط الستة بيمسك الناس رقم 30، ويوسف أسامة نبي رقم 37، أدي سيف طالع من على خط الستة، وادي يوسف اسامه نبيه بيجري دريبل طلع لبره، بص سيف جاي بمنتهى فول سبيد جاي وبيرفع ايده وبيطلب الكوره، الراجل عمل ديلي شويه وعشان يرفع عينه عملها بالعرض للي جاي، يعني من خط السته لخط السته في اصرار، في عزيمه، في تركيز، في تصميم ان انا لازم اجيب التلات نقط. من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يصعبه الكابتن احمد سامي؟ انا طبعا احنا كنا من قايلين للناس، انا والله بعتذر لكم، كنا قايلين للناس ان احنا نتكلم على ديسوزا، باولو ديسوزا، بس تقريبا الوقت كده مش هنبقى ظلمناه لو اخذناه في الوقت ده. اللي يريحك لو تلحق تمام تحب تتكلم عنه؟ ممكن انت عندك حاجه في الزمالك تاني ولا تمام؟ لا انا مستني ماتش بكره اكتر، لان زي ما قلت لك الحكم على اللعيبه الصغيره محتاج ان احنا نتابعهم مباراه بمباراه بالنسبه لي. طيب يبقى نروح لباولو دي سوزا. يلا. طيب هو شخصيه مبدئيا هاديه جدا. مبدئيا باولو سوزا هو واحد من نجوم كره القدم كلاعب، يمكن الناس ما تعرفوش قوي زي زين الدين زيدان ورونالدو البرازيلي والناس دي، لكن هو كسبان دوري ابطال اوروبا مع بروسيا دورتموند وكسبان دوري ابطال اوروبا مع يوفنتوس، وكان اكتر تصريح بيتقال عليه يوفنتي عمر عبد الله كان فرحان قوي. كان بيتقال عليه من مارشيلو ليبي ان الراجل ده كنت تشوفه في التدريبات تلاقيه في الجو الساقع لابس 2 ايس كاب ومستخبي وقاعد ما بيتكلمش مع حد وعامل كده، تشوفه في الملعب وحش. الشخصيه الخجوله دي شخصية حالمة، شخصية هادية جدا،
بيتكلم بهدوء غير طبيعي دايما في الاحاديث بتاعته، يعني شخصيه هو بيصف نفسه بانه حالمه. ليه؟ لان هو بيقول ان هو وهو بيبتدي رحلته ما كانش عنده تلفزيون ولا انترنت طبعا ولا اي حاجه، فكان بيتفرج على الماتشات بانه بيتسلق على شجره قدام الاستاد عشان يعرف يتفرج على الماتشات. فبيقول ان الكوره بالنسبه له هوس، وبيقول ان هو ابتدى يبقى مدرب من وهو لاعب، ودي النقطه اللي بالنسبه لي مفتاح شويه في قرايه شخصيته. هو ما كانش اسرع لعيب وما كانش اقوى لعيب، بس هو كان لعيب ذكي، وده الوصف اللي قالوا عليه جورانز فان اريكسون المدرب العظيم لما جه يدربه، وعشان كده حطه في وسط الملعب. لما ابتدى يلعب في وسط الملعب قال ان انا ابتديت ادرك ان انا ما ينفعش العب لويس فيجو نفس الباص اللي بلعبه لباوليتا. لويس فيجو ده لعيب حريف عايز الكره في رجله، باوليتا الراجل لازم اصبر، لازم اصبر على ما يضرب سبرنت وبعد كده يجري عكس اتجاه المدافع عشان اديله الكوره في المساحه اللي هو بيفضلها. وبالتالي ابتدى يفهم ان الكوره مع لعبه التاكتكس المعتاده هي لعبه في النهايه فهم الافراد. وبالتالي بقى اكتر جزء بيحب يشتغل عليه هو العلاقه بينه وبين كل لاعب على حده، بحيث انه يبني الهارموني مع كل لاعب ويبقى فاهم امكانيات كل لاعب على حده. هو بيعتبر ان التدريب زي ما بيقول في التصريحات بتاعته ان انا بستخدم مصطلح الديجافو، يعني شهد من قبل. يعني انا بالنسبه لي انا بعمل تدريبات للعيبه زي ما انا متوقع المباراه هتكون، فتكون النتيجه ان اللاعب لما ينزل ارض الملعب يكون زي كانه شاف المباراه قبل كده. شخصيه هجوميه، بيحب يلعب كره هجوميه، بيحب البيلد اب، بيحب بناء اللعب، ويمكن من اكتر الفرق اللي طور فيها افكاره او اشتغل فيها على الموضوع ده كان فيورنتينا. ويمكن برضو هو اكتر حاجه بقى بيحبها واكتر حاجه مميزه لكل الفرق بتاعته انه بيستخدم الاثنين اللي في وسط الملعب. مرن صلاح؟ لا في بازل؟ لا ما مرنوش. ولا صلاح مشي اعتقد. الاثنين اللي في وسط الملعب، الاثنين اللي في وسط الملعب دول هم عقله، هما فعليا فرقته، سواء بقى في 3 او في 4-2-3-1. ما اعرفش هيلحقوا ياخدوا الصور ولا لا. يلا بسرعه. بص، ده بورخا فاليرو، الراجل اللي هيستلم الكوره ده اللي معمول عليه السهم الابيض ده ارتكاز، بس هو ده عقل فيورنتينا وقتها. اجري بالصور بقى عشان نلحق ناخد اكبر كم ممكن. اجري بالصور يا جماعه. بورخا فاليرو سلم الكوره وتحرك مره تانية. الهدف ايه؟ الهدف ان احنا نفضي رقم 8 التاني في ارض الملعب، الاثنين الارتكاز في ارض الملعب. فابتدى اللعب يدور كله عشان الكوره توصل للراجل ده وهو حاطط وشه للملعب. الكوره طلعت بالشكل ده للراجل رقم 8، دارت الهجمه. هو ده الاسلوب اللي الراجل بيشتغل عليه. الاثنين اللي بوسط الملعب هم اهم اثنين في فرقته، الاثنين اللي انا عامل عليهم الدايرتين الحمر دول. فمين في مصر اللي هيلعب الدور ده؟ هو ده السؤال المحوري. بص، بورخا فاليرو الارتكاز بتاعه بيستلم الكره من هنا يسلم للرقم 8 الثاني، وبعد كده يطلع يتحرك بعرض الملعب عشان بص كل ده هجمه واحده عشان يوصل انه يستلم الكره في الاخر في المكان اللي انا حطت عليه السبوت لايت ده، فيبتدي يدور اللعب. رقم 8 بالنسبه له هو صانع الالعاب الحقيقي، والاثنين رقم 8 بتوعه هم صناع اللعب في كل فرق واللي اشتغل فيها. هسال نفس السؤال تاني وعايز اجابه سريعه جدا جدا. ده اللي هيلعبنا الكره الحلوه بتاعت الكابتن حسن شحاته، ولا مالناش دعوه بالكابتن حسن شحاته ولا بالجيل اللي كان معاه؟ هنلعب الكره الواقعيه بتاعتنا اللي تمشي معانا ونمشي حالنا عشان خاطر الدنيا تمشي، مش عايزين نتعكع عكه وحشه. اديني اجابه. اتمنى ان اتحاد الكره يتعلم من اداره النادي الاهلي، بمعنى ما تتدخلش في شغل المدير الفني. انت بتتعاقد مع عقليه مدرب. ما ينفعش تيجي. بص يا ابراهيم، انت كان عندك هيكتور كوبر اتهمنا ان هو بيدافع. جبنا مين؟ بتكلم على الاجانب. جبنا اجري. بص يا عم اجري، احنا مشينا الراجل ده، خنقنا، وصلنا لنهائي امم افريقيا، وصلنا كاس عالم، وما كانش عاجبنا. لازم تيجي تهاجم. الامم الافريقيه هنا 2019 في مصر، لازم تهاجم. الراجل فتح، ايه النتيجه؟ فتح الجيم يعني، ايه النتيجه؟ روحنا. يبقى اجبرت الراجل انه يلعب بالطريقه اللي انت عاوزها. كيروش كان عايز لكنه ما كملش. طيب يبقى انت شايف كيروش انه كيروش اتبع شويه تشبه نفس طريقه هكتور كوبر الواقعيه دي الطريقه. احنا محتاجين نلعب بالطريقه الواقعيه، بالطريقه اللي هو شايفها صح. ماشي، انا ما اقدرش افرض عليه طريقه اللي هو شايفها صح. انا جايبه ليه؟ سريعه جدا. لا فيش وقت للقصه. امال انا جايبه ليه؟ مسك منتخب بولندا فقال روبرت ليفاندوفسكي انا عارف ان انت متضايق ان كواليتي اللعيبه اللي معاك مش زي كواليتي اللعيبه اللي في بايرن ميونخ. ده الشغل فيه مهم جدا ان احنا نشتغل مره تانية على انك تفهم اللعيبه اللي حواليك قبل ما تفهم اللعيبه بتاعه، قبل ما تبتدي تحس بالاحباط والضيق.
طبعا دي علشان محمد صلاح برضه. مش هدي لك كلمه مش هديك اجابه. اقسم بالله برنس حبيبي والله العظيم ربنا يخليك. اقسم بالله برنس حبيبي انا فرحان جدا جدا النهارده ان الحلقه دي كانت عظيمه جدا زي ما كنت متوقعها. بس احنا ايه ما يعني ما اتكلمناش اكتر في المدير الفني المنتخب مصر. لا ده رزق بقى عماره وعمر. يوم الجمعه هم قدها وقدود. بشكرك وشكرا جزيلا تامر كالعاده متالق يا صديقي حبيبي عزيز. بشكرك على مجهودك وعلى تعبك زيزو. بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك وعلى مذاكرتك وعلى شقائك في الموضوع حبيبي. شكرا ليك يا فندم ونورتنا كالعاده. دي كانت حلقتنا النهارده. بنشرف بحضراتكم كل اثنين وطوال الاسبوع جمعه سبت حد اثنين كده اسبوعنا خلص. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي. سلام.